ان شاء الله احنا هنبدا النهارده دوره متقدمه في شرح برنامج بريمافيرا بي 6 مع دكتور حسام رضوان، ماجستير اداره المشروعات، خبره 14 عام، مدير تخطيط ومتابعه. الدوره برعايه اريبيا ونقابه المهندسين المصريه بالقاهره. اتفضل يا دكتور، بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا مع بعض النهارده ادفانسد كورس ان بريمافيرا. ولكن قبل ما هنبدا الكورس بتاعنا هنبداها بطريقه اكاديمي شويه. هنبدا نتكلم عن حاجه اسمها الدي سي ام اي او ال 14 بوينت اسسمنت تشيك. الدي سي ام اي باختصار هي ديفنس كونتراكت مانجمنت ايجنسي، هي اداره العقود بوزاره الدفاع الامريكيه. حطت 14 نقطه وقالت لو ال 14 نقطة دول كانوا موافقين للبرنامج فإذا البرنامج مقبول، تمام؟ نقدر نقيم من خلالهم البرنامج، أو بنقدر نقول إن البرنامج مقبول أو مش مقبول من خلال ال 14 نقطة. فهنبدأ المحاضرة دي إن شاء الله، المحاضرة الأولى هنتكلم عن الدي سي ام اي والمحاضرة الجاية إن شاء الله، بحيث لما نخش نعمل البرنامج الزمني او نبدا كيس ستادي، لما نقول لحضرتك ان الدي سي ام اي بتقول كذا فبتكون انت عارف معايا ان الدي سي ام اي انت درستها معايا وعارف ايه النقاط. ثانيا، ان هي للاسف ان على اليوتيوب العربي ما حدش شرحها بشكل تفصيلي او كله شرح النقاط من غير ما يذكر الاسباب. احنا ان شاء الله النهارده بفضل الله هتبقى عارف النقطه ليه اتحطت وايه السبب ان النقطه اتحطت، تمام؟ النقاط الدي سي ام اي ال 14 نقطة نتكلم نناقشهم مع بعض، هي اللوجيك والليدز واللاكس والريليشن شيبس والهارد كونسترين والهاي فلود، وبعض المصادر بتقول عليها التوتال سلاك والنيجاتيف فلود والهاي دوريشن والانفاليد ديت والريسورس والميز تاسكس والكريتيكال باث تيست والكريتيكال باث لونجست اندكس والبيز لاين اكسكيوشن بلان. قبل ما نتكلم برضو عشان ننبه لنقطة، لو حضرتك انت لسه مبتدئ في المجال هتحس ان المحاضرة دي والمحاضرة الجاية ان شاء الله صعب جدا، ولكن اسمحهم وبعد ما تخلص الكورس ترجع لهم. دي نقطة. ولو حضرتك بقالك خبرة في مجال الكونستراكشن مانجمنت او البلاننج عموما هتحس ان النقاط دي ان شاء الله هتحل لك مشاكل كتير وهتمنع المشاكل بين المقاول والاستشاري والاختلافات في التقييم، وكل واحد يحط تقييم على مزاجه، تمام؟ فبتكون فاهم ايه هي كل نقطة وامتى بنبني البرنامج، تمام؟ هنخش على أول نقطة معانا هي اللوجيك. أنا هنحاول نتكلم بريت قليل في المحاضرة دي والمحاضرة الجاية عشان كله يبقى مستوعب معانا. اللوجيك يا شباب هي باختصار حاجتين، الأوبن إند والدانجلينج أكتيفيتيز. الدي سي ام اي بتقول إيه في الأوبن إند؟ في الديسكريبشن بيقول لك the number of activities that are missing a predecessor, a successor or both shouldn't exceed 5% of the activities within the schedule. تمام؟ طيب ايه معنى الكلام دي؟ معنى الكلام بيقول لك ان عدد الانشطه التي لا تحتوي على نشاط قبلها او على نشاط بعدها او قد لا تحتوي على النشاط قبلها او بعدها لا تزيد عن 5% من اجمالي عدد انشطه البرنامج الزمني. طيب هل الكونديشن دي او الشرط دي كويس او انت تشتغله ازاي لو كنت مقاول او استشاري؟ بتختلف في حالتين، في حاله لو كنت انا مقاول ولو كنت انا استشاري. لو كنت انت مقاول يا باشمهندس في الحاله دي انت مفروض عدد الانشطه لا يزيد عن نشاطين، هو بدايه المشروع ونهايه المشروع، بروجكت ستارت والبروجكت فينش. ولكن لو انت استشاري مفروض تقبل البرنامج وتحط كومنت. فهي الدي سي ام اي انا عندي تحفظ في النقطه دي ان هي مزوده الكونسترين، مزوده الشرط دي، بمعنى ان انا لو عندي 1000 نشاط هل مسموح لي نسيب 50 نشاط؟ ما هو بقول لك 5% من اجمالي عدد الانشطه، وضايف فيها تحت احنا بنتكلم انا عاملها بالريد كلرز هات الدانجلينج اكتيفيتيز، تمام؟ ولكن برضو سواء كان الدانجلينج اكتيفيتيز او الاوبن اند مفروض ما يزيدوش عن 5%، تمام؟ طيب النوتس بتقول ايه في الدي سي ام اي بقى؟ بيقول لك each activities should have at least one predecessor connected to its start and one successor connected to its finish associated with it.
يعني بيقول لك ان عدد اي نشاط مفروض يكون على الاقل نشاط قبله مرتبط من البدايه، وركز على كلمه البدايه، ونشاط بعده مرتبط من النهايه. طب لو حصل عكس الكلام دي، بيقول لك failure to do so. لو حصل عكس الكلام اللي احنا بنقول will impact the quality of result derived from a time analysis as well as risk analysis. بمعنى ان حضرتك لو زودت الopen end، لو كانت عدد الopen end عندك كتير والdangling activities كتير، تمام؟ اقفلوا بس الشات. فدي بيأثر على ايه بقى؟ بقول لك فيلير تو دو سو، فيلير تو دو سو ويل امباكت ذا كواليتي اوف ريزلت درايفد فروم ا تايم اناليسيس از ويل از ريسك اناليسيس. بمعنى ان حضرتك لو عندك اوبن اند في البرنامج، دي هيأثر على تحليل الوقت لما تيجي تعمل تايم اناليسيس، وكذلك هيأثر على النتائج اللي انت بتعمل ريسك اناليسيس. طيب التشيك دي يا شباب خاص بايه؟ This check apply to all normal activity. يبقى انا لما من اول كونديشن اللي هو اللوجيك، احنا لسه بنتكلم على اول كونديشن اللي هو اللوجيك، دي خاص بايه؟ خاص بالانشطه في حاله normal activities والمايلستون والسمرايز الليفل اوف ايفر اللي هي الهامك. وبعض الناس يقول لك عليها هامك ولكن خطا، النطق الصح بها الهامك، هي تو سيلابلز، السيلابلز الاولاني ها والسيلابلز الثاني مك لان الاو هنا شوا، فيبقى هامك. تمام؟ That are planning in progress or completed. يبقى انا لما نيجي نعمل تشيك على اللوجيك، يبقى كل الانشطه سواء كانت في مرحله التخطيط او في مرحله الان بروجريس او في مرحله الكومبليتد لو انتهت. This include checking for dangling activities. يعني الشرط اللي هو اللوجيك بيشمل برضه ال 5% تشمل الدانجلينج اكتيفيتيز. ايه الدانجلينج اكتيفيتيز شباب؟ بيقول لك ايه بقى؟ That have only a start predecessor relationship or only a finish predecessor relationship and not both وليست كلاهما. يعني بمعنى ان انا عندي برنامج عندي نشاط مرتبط من البدايه successor predecessor او مرتبط من النهايه successor predecessor وليس مرتبط من الجنبين. طيب الهاو تو كالكوليت، ازاي نحسب اللوجيك؟ بقول لك الميست لوجيك نمبر اوف اكتيفيتيز وذ ميسنج لوجيك على نمبر اوف ان كومبليتد اكتيفيتيز في 100. تمام؟ طيب شودنت اكسيد 5%. احنا كده فهمنا اللوجيك اللي هي 5% وليه ما نعملش دانجلينج اكتيفيتيز. تعالوا بقى نشوف الكلام دي على البي 6، ليه احنا بنرفض اللوجيك وليه احنا بنرفض الاوبن اند ما تزيدش عن 5%. تمام؟ الصوت واضح، يا ريت الدعم الفني يبلغنا ان الصوت واضح ولا لا. تمام دكتور، واضح جدا. تمام، هنخش بقى مع الاي 6 نشيرها. شير واضح كده في البي 6 يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام، عندي انا مثال بسيط جدا عملناه، كيس ستادي بسيطه جدا. الكيس الاولاني عندي عملت تو سيناريو. السيناريو الاولاني ربط، نركز كلنا على الاكتيفيتي اللي هو السي. تمام؟ السيناريو الاولاني انا ربطت السي دانجلينج اكتيفيتيز، والسيناريو الثاني انا ربطته او نخلي السي اوبن اند، هندلل دي ونخليها اوبن اند. تمام؟ طيب ايه هي الاوبن اند يا باشمهندس؟ الاوبن اند لما تلاقي الاف، نقف على الاف هنا على البار الاكتيفيتي اللي هو الاف، ونقف على السكرين هنا فما نلاقيش له سكسيسور، فدي يقال عليه open end. كذلك لو وقفت على السي في السيناريو رقم 2، نقف على نشاط سي في السيناريو رقم 2 فبنلاقي ملهوش successor. تمام؟ السيناريو الاولاني انا رابطه dangling activities، والسيناريو الثاني انا رابطه open end.
تمام. لذلك انا بقول لك ما تستعملش تانجلنج اكتيفيتيز في البرنامج نهائيا. واحنا طبعا في الكيس ستادي هعرف حضرتك ازاي تعمل برنامج متخطي اي مشاكل او اي تحذيرات بتقول عليها الدي سي ام اي. تمام. في السي الاولانيه انا لاحظ ان المسار كله كريتيكال. هل السي بالمنطق كده كريتيكال؟ طب ما هي السي لما تيجي تقف عليها كده السي بتلاقي قبلها بريديسيسور اللي هو البي وبعدها السكسيسور اللي هو الدي. يعني بمعنى صح لو عملنا تقرير على البرنامج او لو قلنا للبرنامج احسب يا برنامج طلع لي الاوبن اند، هيقول لي النشاط السيناريو الاولاني هو صح والسيناريو الثاني هو اللي خطا. تمام. ولكن لما نيجي نبص ان السي في السيناريو الثاني نون كريتيكال والسي في السيناريو الاولاني كريتيكال، هل الكلام دي حقيقي؟ لا، الكلام دي خطا لان انا رابط هنا بالسي هنا دانجلنج اكتيفيتيز. طب تعالى نربط السي بالاف ونعمل سكادولينج. السكادولينج بيجي لو عملنا سكادولينج ما بنلاقيش اي حاجه اتاثرت نهائيا. تمام. ولو ربطنا السي الثانيه في السيناريو الثاني ربطناها بالاف في الحاله دي يبقى ان السيناريو الاولاني كله كريتيكال رغم ان هو هينتهي في 13 ابريل. لاحظ معايا في السيناريو الاولاني البرنامج الاولاني هينتهي في 13 ابريل 21 والسيناريو الثاني هينتهي في 13 ابريل 21، يعني الاثنين هينتهوا في نفس المده. طب ليه السي هنا في الحوار دي اديتني كريتيكال؟ لان هي مرتبطه بالانجل اكتيفيتيز. لذلك انا بنحذر من الشباب انه ما يستعملش دانجلنج اكتيفيتيز خالص ويبدا يشوف ليه، لان من عيوب الدانجلنج اكتيفيتيز ان هي ما بتظهرلكش في البرنامج، ما بقولكش ان هي اوبن اند، ده بيظهر لك البرنامج ان البرنامج بتاعك مظبوط 100% وان هي مرتبطه بسكسسور وبريدسيسور. تمام. ولكن السي الثانيه ظهرت لي ان هي فيها فلوت 5 ايام، يعني ممكن ناخرها 5 ايام. نرجع نكمل النقطة رقم 2 مع بعض. يبقى كده يا شباب ان احنا فهمنا ان الدانجلنج اكتيفيتيز نبعد عنها خالص، والنسبة بتاعت الاوبن اند وما تزيدش عن 5%. بنقول لحضرتك انت لو كنت مقاول ما تزودش عن نشاطين، نشاط في نهايه المشروع ونشاط في بدايه المشروع اللي هو البروجكت ستارت والبروجكت فينش. ولكن حضرتك لو انت استشاري مطلوب من حضرتك تعتمد البرنامج حتى لو هو كان 1000 نشاط وفي 50 نشاط اوبن اند، ولكن كومنت بتحطه بكومنت بتعتمد بكومنت وبتقول ان الانشطه دي لابد نشوف هي مرتبطه ازاي، ولكن مش من حقك كاستشاري ترفض البرنامج. ليه مش من حقك ترفض البرنامج؟ لانه هو الشرط بيقول كده، رغم انه الشرط. ودي للاسف هي طبيعه كل منطقه بتختلف، يعني انا اتمنى ان تكون معدله الدي سي ام اي بما يتماشى مع طبيعه الشرق الاوسط عندنا. تعال نتكلم بعد كده على النقطه رقم 2 اللي هي الليدز. كده عشان ننتوش مع بعض، احنا اتكلمنا على اللوجيك اللي هو اللوجيك بتنقسم لقسمين اللي هي الاوبن اند والدانجلنج. نتكلم على الكونديشن رقم 2 اللي هو الليدز. ايه هو الليدز؟ ديسكريبشن الدي سي ام اي بتقول بقى This check identifies any uncompleted activities. يبقى الشرط دي خاص بايه؟ uncompleted activities in progress or not started that are carrying a leads also known as a negative flag leads or a negative flag. طب الدي سي ام اي بتقول ايه في النيجاتيف لاج او leads؟ That DCMA required no leads 0%. يبقى اذا البرنامج بتاعي مفروض لا يحتوي على اي نيجاتيف لاج. طيب وهنعرف طبعا دلوقتي مع في البرمافيرا ليه هي بترفض النيجاتيف لاج. طيب الليدز بتقول ايه؟ بتوصفه بتقول لك الليدز اور نيجاتيف لاج are often used to advance the successful start or end date relative to the logic link applied. Leads or negative lag, leads or negative lag عادة بيستخدم ان انت بتعمل تقدم للسكسسور عن الطبيعة اللوجيك لينك بتاعته.
طيب ايه المشكله؟ قال لك doing so لو انت عملت كده can result in هيؤدي الى the successor start before the start the predecessor. بقول لك حضرتك لو استخدمت النيجاتيف لاج ممكن من غير ما تاخد بالك ان السكسيسور يبدا قبل البريديسيسور، ودي بتحصل وبنشوفها في برامج كتير. يكون مده النشاط يعني في نشاط مدته 3 ايام والنشاط اللي بعده مدته مثلا 7 ايام، ومن غير ما تاخد بالك بتيجي عامل نيجاتيف ليج مثلا 5 ايام. الله، يبقى اذا النشاط السكسيسور اصبح بيبدا قبل البريديسيسور اللي هو ملتزم بيه، مفروض ما يبداش غير لما ينتهي، بدا قبل منه ب 4 ايام. يبقى ايه؟ doing so can result in the successor starting before the start of the predecessor. طيب التشيك دي خاص بايه؟ احنا قلنا التشيك الاولاني خاص بكل الانشطه سواء كانت planning or completed or in progress. التشيك دي بقى this check apply to all normal activities milestone summarize that are planned or in progress. سواء كانت في مرحله البلان او في مرحله التخطيط. نوت، النوت الثانية بتقول إيه بقى؟ The banning of the use of negative lags isn't based upon any universal scheduling principle. منع استخدام النيجاتيف لاج لم يستند إلى أي مبادئ جدولة علمية. الله، طب أنت حضرتك إن أنت مش مستند لأي مرجع علمي أو أي جدولة علمية. isn't based upon any universal scheduling principle لم يستند الى اي مبادئ جدوله علميه. طب هو المنع انت بتقول المنع ما بيستندش الى اي جداول الى اي مبادئ جدوله علميه، امال حضرتك بتمنعه ليه؟ كديسم ايه؟ قال لك النيجاتيف لاج may just indicate the overlap of discrete work. هي فقط بتعمل تداخل للاعمال المنفصله. while a positive lag can be used to represent actual work. تمام؟ ان البوزيتيف لاج بتظهر الاعمال الفعليه والنيجاتيف لاج بتعمل تداخل للاعمال المنفصله. طيب الى الان برضه حضرتك بترفضه ليه؟ قال لك which is against CBM principle. وهذا بيختلف مع مبادئ السي بي ام اللي هي الكريتيكال باث ميثود، بمعنى ان حضرتك لو انت شغال بطريقه المسار الحرج يبقى ممنوع عنك ممنوع تستعمل ايه النيجاتيف لاج. ليه؟ لانها بتختلف بتتناقض which is against تتضار او تتضاد مع السي بي ام برنسبل الكريتيكال باث ميثود. طيب تعالوا بالمثال يتضح المقال اللي احنا بنقوله، تعالوا نشوف الكلام دي على البي 6. هنشير انا هنفتح هنشير البي 6 مع بعض. شير واضح يا باشمهندس؟ تمام يا دكتور. تمام يا حبيبي. كده هناخد مع بعض يا شباب ايه؟ برنامجين او برضه سيناريوهين. السيناريو الاولاني مكون من 5 انشطه تقريبا او 6 انشطه، والسيناريو الثاني نفس عدد الانشطه 5 انشطه، والسيناريو الثاني مكون من 10 انشطه. تعالوا نراجع مع بعض. النشاط الاولاني انا فرضته، خد بالك ان هو اسمه 1 و2، خليك فاهم معايا، ركز بس معايا ان هو اسمه 1 و2، دي اسم نشاط انا سميته. والثاني انا سميته في السيناريو في السيناريو الثاني انا سميته 3 و4، والسيناريو الثالث انا سميته 5 و6 الى 9 و10، دي اسم نشاط. يبقى النشاط الاولاني 1 و2 والاخر نشاط 9 و10، واديت مدته 10 ايام وهيبدا 29 ابريل 21، والبرنامج اللي هو في السيناريو الاولاني هيخلص 25/5/21. تمام كده؟ تمام. هو نفس الكلام اللي انا عملته في البرنامج. كل اللي انا عملته مسكت ايه؟ قلت خلاص هو بدل ما هي 1 و2 مدتها 10 ايام انا اخلي 1 مدته 5 ايام و2 مدته 5 ايام، وقسمت الى ان وصلت لنشاط 10 وبيخلص برضه 25 مين. تمام؟ في السيناريو الاولاني يا شباب انا عملت نيجاتيف لاج مدته 5 ايام، بمعنى انا قلت نشاط اللي هو اسمه 1 و2
تمام؟ هيبدأ وقبل ما يخلص بخمس أيام هيبدأ النشاط اللي بعده، وهكذا وهكذا إلى أن وصلنا للنشاط الأخير. جيت في السيناريو الثاني قلت ليه طيب بدل ما نعمل نيجاتيف فلاج نقسمه ونقول بعد ما يخلص النشاط واحد اللي هو خمس ايام هنبدا بنشاط اثنين وهكذا ونشاط ثلاثه الى ان وصلت ل 25. اذا نستنتج من كده ان ان ان, إن السيناريو الاولاني خالص في نفس الميعاد اللي هو 25 ماي، والسيناريو الثاني خالص خلصان في خمسه في 25 ماي. طيب الى الان ما فيش مشكله، طب ايه المشكله؟ ما انا ممكن نحط نيجاتيف فلاج اهو. طيب ماشي نكمل مع بعض. نحدث، عايزين نحدث بقى النشاط على سبيل المثال، نعمل تحديث للنشاط واحد واثنين في السيناريو الاولاني، ونقول على سبيل المثال انه هو خلص 50% اللي هو بنظره هنا، بنظره في السيناريو الاولاني اللي هو 100% في السيناريو الاولاني، ونقول في النشاط ثلاثة اللي هو اسمه ثلاثة واربعة برضو خلص 50% على سبيل المثال، احنا طبعا شغالين ديوريشن اللي هو بنظره كام؟ بنظره ثلاثة ان هو خلص 100%. تمام؟ ونعمل اسكادول على نهاية نعمل على اسكادولينج، نحرك الديتا ديت على 9/5. لاحظ بقى يا شباب احنا كل اللي عملناه زي ما قلت لحضرتك، عملت ان النشاط الاولاني في السيناريو الاولاني قلت له 50% حضرتك اللي هو بنظر نشاط واحد، وفي النشاط الثاني اللي هو 3 و4 قلت له 50% حضرتك اللي هو بنظره نشاط 3، وحركت الداتا ديت لبعد نهايه نشاط 3. بنلاحظ ان النيجاتيف لاج هنا خدعتني. خدعتني في ايه؟ اللي هو السيناريو الاولاني بتقول لي ان المشروع بتاعك هيخلص يوم 25 ماي، وما عندك وانت عندك كمان فلوت خمس ايام وما فيش مسار حرج. طبعا هو ما فيش مسار حرج هنا عشان السيناريو الثاني اطول منه، ولكن لما يكون عندك برنامج واحد وحاطط فيه نيجاتيف فلوت بيبقى ظاهر لك. في السيناريو الثاني بيقول لي خد بالك، السيناريو هو الصح بقى اللي احنا ما حطيناش نيجاتيف فلوت، بيقول لي خد بالك ان انت عندك مسار حرج وانت مش هتخلص في 25 ماي، ده انت هتخلص في 30 ماي وحرج كمان. يبقى اذا النيجاتيف لاج هنا خدعتني، ادتني قالت لي انت هتخلص 25 ماي ومعاك فلوت خمس ايام. السيناريو اللي هو صح اللي هو ماشي على مبادئ السي بي ام قال لك انك انت هتخلص 30 ماي وحرج، ووضعك حرج لازم تستعجل. تمام؟ يبقى اذا احنا عرفنا دلوقتي ليه الدي سي ام اي بتمنع النيجاتيف لاج. نكمل بعد كده البرزنتيشن بتاعنا. كده فهمنا يا شباب ان الدي سي ام اي بتقول نو ليدز، وخد بالك نو ليدز النيجاتيف لاج ممنوع يكون عندي نيجاتيف لاج، وعرفتها من خلال البرنامج. تعالوا ناخد النقطه اللي بعد كده اللي هي اللاجز، اللي هي البوزيتيف لاجز، اللي النيجاتيف لاجز اللي هي الليدز واللاجز اللي هي البوزيتيف. ديسكريبشن الدي سي ام اي بتقول ايه بقى؟ توتال نمبر اوف اكتيفيتيز وذ لاج shouldn't exceed 5% of the activities within that schedule. عدد الأنشطة التي تحتوي على lag لا تزيد عن 5% من إجمالي عدد أنشطة البرنامج الزمني. طيب أنا في شغلي بعمل إيه؟ أنا في شغلي صراحة ما بحطش lag خالص. يعني أنا بعض الأحيان هنقول لحضرتك أنا في شغلي ما بحطش lag خالص. ليه بقى؟ وهقول لحضرتك برضو ليه. تمام؟ قبل ما نقلب الصفحة دي هعرف حضرتك ليه أنا ما بحطش لاج. قال لك اللاج الدي سي ام اي بتعرف اللاج بتقول إيه بقى؟ لاج ار ا بوزيتيف ديوريشن أور ديليز، هي مدة موجبة أو تأخير أسوشيتد وذ لوجيك لينك. خلي بالك إن هي مرتبطة مع اللوجيك لينك، دي كانت عكس اللوجيك لينك. تو ديلي لتأخير ذا ستارت أوف ذا سكسيسور أكتيفيتي. هنا بنأخر السكسسور اكتيفيتي، هنا كنا بنقدم السكسسور اكتيفيتي. طيب برضو هو دلوقتي عرف اللاج، هيبدا يقول لك ليه تحد من استخدام اللاج؟ ليه ما تستخدمش لاجز كتير؟ قال لك اللاجز
tend to hide detail in schedule and can't be stated like normal activities. Lags tend to hide detail in schedule and can't be stated like normal activities. قال لك ان اللاج هدفها بتخفي التفاصيل في البرنامج وما بتكونش واضحه زي الانشطه الصريحه النورمال اكتيفيتيز. يعني اذا انا عندي مده محروقه وما اعرفش سببها ايه، ودي بتخلق علامات استفهام كتير. حضرتك لو اتنقلت، لو انت بلانر في مشروع معين وحطيت لاجز كتير واتنقلت المشروع تاني وجيه واحد مكانك، فبيبقاش فاهم دي سببها ايه، دي بيبقى علامات استفهام. وبيرجع برضه لو انت بتبدا تبعت البرنامج للاستشاري او الاونر يعتمده، فبيبدا ايه سبب اللاج. ما هو على فكره لازم يكون لاج. انا بكلمك دلوقتي، انت بتعمل برنامج بطريقه بيرفكت او طريقه بروفيشنال، انا ما بتكلمش على اللي بيضرب برنامج دي له منهج تاني خالص، تمام؟ انا بكلمك لان اللي بيضربوا برنامج دايما في العاده بيبدا يلعب في اللاج في اللاج في اللاج عشان يوصل للتاريخ اللي هو عايزه. لا، انا بكلمك ازاي تخطط صح، ازاي تعمل برنامج محترم، ازاي برنامج يعكس الشغل بتاعك، تمام؟ قال لك اللاج هي مده مخفيه. طب حضرتك ما انت تقول لي ايه سببها ايه؟ يعني هي اول حاجه من سبب الحظر، انا بتكلم واحده واحده عشان كله يبقى مركز معانا. اللاجز tend to hide detail in schedule and can't be stated like normal activities. دي اول سبب، ان هي بتكون مخفيه، تفاصيل مخفيه في البرنامج او تواريخ ديتيل في البرنامج مخفيه وما بتكونش صريحه زي الانشطه الطبيعيه النورمال اكتيفيتي. والسبب الثاني قال لك the critical path analysis can be distorted with excessive use of lag and they should be avoided. The critical path analysis يعني المسار الحرج بيحصل له distorted، تشتت مع الاستخدام المفرط في اللاج، ولذلك يجب تجنبها. الشرط دي يا باشمهندس انت تحطه شرط كود اساسي لازم. ليه انا بمنع اللاج؟ ليه؟ لان الكريتيكال باث اناليسيس كان بي ديستورتد وذ اكسسيف يوز اوف لاج اند ذي شود بي افويدد، ولذلك يجب تجنبها، تمام؟ ليه بيحصل للكريتيكال باث؟ انا لما بخلص البرنامج بتاعي بنعمل فلتر على الكريتيكال باث. طبعا انا باكد كلامي تاني، لو انت مبتدئ اسمع ولما اخلص الكورس راجع المحاضره دي والمحاضره الجايه ان شاء الله هتستوعب. ولو انت طبعا شغال في المجال بقالك فتره اكيد المحاضره دي تكون مهمه جدا وحل بتحل علامات استفهام قدام حضرتك، تمام؟ طيب انا لما بعمل اناليسيس للكريتيكال باث بعد ما بخلص البرنامج بنبدا نعمل اناليسيس، تعمل فلتر على الكريتيكال باث وتعمل له اناليسيس وبتلاقيه نط معاك فجاه كده، المفروض يبقى ورا بعضه شغال زي السلم كده وانت نازل، فلما بتلاقيه نط فبيبقى علامات استفهام كتير. ايوه بتقول ايوه يا كاليندر يا لاج يا فلذلك لابد ان تقلل من اللاج قدر الامكان. انا شخصيا ما بستعملش لاج. طيب السؤال اللي هيطرح نفسه، طب انت بتقول لي ما بتستعملش لاج، طب بتحل المشكله ازاي؟ اهو so how do you improve your schedule to limit or avoid the use of lag. طيب ازاي تحسن البرنامج الزمني بتاعك وانت بتتجنب استخدام اللاج؟ قال لك بسيط. well if the lag represents some outside effort or activity، لو اللاج دي بيمثل شغل خارجي او نشاط خارجي، consider representing it as an explicit activity. مثله بنشاط صريح ازاي؟ ننقل للصفحه اللي بعدها. طيب امثله بنشاط صريح ازاي يا شباب؟ انا في عندي عديت حضرتك مثالين، المثال الاول في مرحله الاوريجينال اللي انت حاطط لاج، والمثال الثاني لو انت هتعمل له امبروف او تحسين. انت بتقول انا بعت المخططات للمراجعه و او اللوحات للرسومات للاستشاري، تمام؟ واديت 10 ايام لحد ما يرد عليا بكومنت. انت لما انا بسالك ان لما نسالك في البرنامج بتاعك يا باشمهندس انت حاطط لاج هنا ليه؟ فتقول لي ما هو انا ببعت، احنا متفقين ان بيننا وبين الاستشاري او حسب العقد بيقول ان في 10 ايام الاستشاري من حقه او الكاستمر العميل من حقه يراجع المخططات او الرسومات او التفاصيل اي حاجه انت باعتها، وبعد كده يبعت الكومنت بتاعه. طيب ما تكتب تعدلها وتقول ايه؟ ادي الفتره بتاعه الايه؟ الكاستمر ريفيو. يبقى اذا انت لازم تذكر كل التفاصيل، ما دام في لاج يبقى فيه سبب.
ما دام في لاج يبقى في سبب، يبقى اذا لازم عليك تذكر السبب عشان تشيل علامات الاستفهام ليه محطوط اللاج، وعيوب اللاج هنعرفها بعدين واحنا مكملين في نفس المحاضره ان شاء الله. طيب نرجع بعد كده للكونديشن رقم 4 اللي هو ريليشن شيبس تايب. احنا كده خلصنا ثلاثه كونديشن اللي هي اللوجيك والليد واللاجز، تمام؟ هناخد الكونديشن رقم 5 رقم 4 اسف اللي هو ريليشن شيبس تايبس. ديسكريبشن الدي سي ام اي بتقول ايه في ريليشن شيبس؟ بتقول لك توتال نمبر اوف اكتيفيتيز ويز فينيش تو ستارت لوجيك لينك جريتر ذان 90% عدد الانشطه التي تكون علاقتها فينيش تو ستارت اكبر من، وعلى فكره خد بالك من كلمه اكبر من، ما قالش اكبر من او يساوي كمان، ده قال لك اكبر من 90%. انا في الشغل بتاعي بحطها 100% على فكره، يعني انا في الشغل او لما بكون براجع الشغل بفترض ليه، وهتعرف دلوقتي معايا ليه. وقال لك نون تيبيكال تاسكس ليميتد تو ليس ذان 10% اوف توتال تاسكس. قال لك الثلاثه التانيين يقلوا عن 10% من اجمالي التاسكس، تمام؟ طيب ليه بقى بقول كده؟ قال لك الفينش تو ستار في النوتس، الفينش تو ستار ريليشن شيب ار يوزد بتستخدم تو بورتري ا سيكوينشال سيريس اوف ورك. هي مجرد تصور لتسلسل العمل، بتبقى انت متصور تسلسل العمل معاه، وير حيث ا سكسيسور كان تو ستار بيفور اتس بريديسيسور هاز فينيشد. تمام؟ بمعنى ان النشاط السكسيسور ما ينفعش يبدا الا لما البريديسيسور اللي بعده يكون اللي قبله يكون خلص. This check اللي تشيك دي خاص بايه بقى؟ This check apply to all normal activities will milestone will summarize a level of effort that are planned or in progress or completed. طب ازاي تحسبها؟ How it's calculated؟ بتحسبها بتقول number of finished relationships on uncompleted activities على total number of relationships في 100، وطبعا بتكون 90% او اكتر. وطبعا احنا في الشغل بتاعنا هنعرفك ازاي تعمل الكلام دي على فلاتر واي المعادله، لذلك انا ما بركزش في المعادله الاول عن هاو اتس كالكوليت، انا كاتبها لك عشان حضرتك لو هتحسبها مانوال، ولكن هتلاقيني في الشرح بتاعي مش بركز عليها، لان احنا في الكيس ستادي هنعمل لك فلاتر وهعلمك ازاي تعمل فلاتر وتعمل تشيك على الدي سي ام اي في ثانيه، طبعا فلاتر تبقى جاهزه عندك وتعملها بسرعه. هناخد فاصل وقت كده ويا ريت الدعم الفني يرد علينا لو في اي استفسار من الشباب، لو في اي صوت مش واضح ولا حاجه. يا دكتور جزاكم الله خيرا، اتمنى لو حد عنده اي سؤال يكتبه على الشات او يعمل ريز هاند يسال الدكتور. يعني دكتور في سؤال بيقول ايه المقصود بالانكمبليت اكتيفيتي من المهندس محمد عنين. تمام، الانكمبليت هو بيقصد اللي هي سواء كانت اون بروجريس اور ان بلانيت، الكومبليت اللي هي خلصت، الانكمبليت خلي بالك اللي بيقصد بقى ايه؟ الريميننج وركس، الاعمال المتبقيه، تمام؟ سواء كانت ان بروجريس اور نوت ستارتد على فكره. تمام يا دكتور، في سؤال من المهندس احمد رجب بيقول محتاج توضيح اكتر للدانجلينج اكتيفيتي. تمام، بص يا شباب الدانجلينج اكتيفيتيز هنروح على البرمافيرا. طيب ونشير البرمافيرا، بص ركز معايا يا باشمهندس اللي سال، بص يا باشمهندس ركز على النشاط سي في السيناريو الاولاني، انا حاطط تو سيناريو، ركز لي على النشاط سي في السيناريو الاولاني، لاحظ اظبط لك بس اكبر لك الشاشه شويه عشان تبقى واضحه. طلعوا دي شويه فوق كده عشان بص يا هندسه، نشاط سي
على حسب البرنامج. على فكره البرنامج لو دخلت له معلومات صح بيطلع لك الشغل صح، ولو دخلت له معلومات غلط بيطلع لك الشغل غلط. حسب البرنامج بيقول لك ان نشاط سي في السيناريو الاولاني مظبوط 100%. ليه؟ لان بيقول لك تعالى بص تحت خلاص، هنا هتلاقي البروديسيسور تمام ولو سكسيسور، البروديسيسور بتاعه البي والسكسيسور بتاعه الدي، يبقى اذا النشاط ما فيهوش اي مشكله بالنسبه للبرنامج تمام. لاحظ ان هو مربوط ايه بقى، انا قلت البي هيبدا بعدها السي تمام، وجيت برضو في نفس القصه وقلت السي هتبدا بعدها الدي، ولكن علاقه ستار تو ستار. لاحظ ان السي هنا مش مفيش حاجه بعدها مفتوحه، ومع ذلك كريتيكال. ولهذا السبب انا بنقول لك ابعد عن الدانجلينج اكتيفيتيز. طيب ما انا عملت نفس الحوار، اصل كل حاجه ولها حل على فكره. لما يكون في حاجه فيها خطا بتحلها بخطا تاني، بتحلها بطريقه تانيه صح. في السيناريو التاني انا ربطته بالطريقه الصح اللي هو انا قلت البي بعدها السي، ونفس القصه قلت له البي بعدها الدي، والاثنين هيخلصوا لما بنلاحظ التواريخ الراجعه مع التواريخ مع بعض. انا ركز لي، ركز معايا على السي تمام. بنلاحظ ان السي في الحالتين بينتهي، السي في السيناريو الاولاني بتنتهي في 4 ابريل، والسي في السيناريو الثاني بتنتهي في 4 ابريل. يعني اذا الاثنين هيخلصوا في نفس التاريخ، واذا الاثنين هيبداوا مع بعض. الاثنين هيبداوا السي في السيناريو الاولاني 30 مارس، والسي في السيناريو الثاني هتبدا 30 مارس. يعني الاثنين لهم نفس البدايه والاثنين لهم نفس النهايه. طب ليه السي في السيناريو الاولاني فيها سماحيه، في السيناريو الثاني فيها سماحيه وفيها ممكن ناخرها 5 ايام من غير ما ناخر البرنامج؟ لانها نون كريتيكال. وفي السيناريو الاولاني وهماني وبتقول لي على فكره انت حارج والحق خلص السي. دي بسبب ايه؟ بسبب الدانجلينج اكتيفيتيز، ان انا كل اللي عملته جيت في السي وقلت له الدي هتبدا معاك ستار تو ستار. فانا بتجنب الدانجلينج اكتيفيتيز دي، وبنبدا نقول له لا السي انت مالكش دعوه بالدي، حضرتك لو هي الدي هتبدا معاك فمالكش دعوه بيها، ان البي انت بعد البي، يبقى اذا الدي هتيجي بعد البي لو هم هيبداوا مع بعض، وبالتالي بنغير نوع العلاقه. ودي بياكد كلامنا في النقطه اللي احنا كنا بنتكلموا عليها الريليشن شيب تايب، ان بتقول لك مفروض الفينش تو ستار تزيد عن 90%. انا بعملها بنوصل بقى 100% في حالات نادره جدا، لو في حاجات توريدات ولو في حاجات كاليندر مختلفه، لو احنا بنستورد حاجات من فرنسا وكنا بنعمل الكلام دي في المترو في توريدات واختلاف كاليندر ومش عارف ايه والكلام ده كله، فبنضطر بنوافق على نشاط او اتنين في من ضمن 3000 نشاط. يبقى اذا تجنب في التخطيط بتاعك، تجنب الدانجلينج اكتيفيتيز، تجنب اي علاقات تانية ما عدا الفينش تو ستار، او اذا اضطر الامر ستار تو ستار. السؤال اللي هينطرح، طب ليه حضرتك يا باشمهندس ان البريمافيرا نفسها حاطه 4 شروط، بتقول لك فينش تو ستار وستار تو ستار وفينش تو فينش وستار تو فينش؟ طب لما هم عارفين الكلام دي غلط حطوه ليه؟ هنرجع ونقول لحضرتك ان انا قلت لك ذا بانينج اوف ذا يوز اوف نيجاتيف لاج ازنت بيست ابون ان يونيفرسال سكادولينج برنسبل. انا لما قلت حضرتك ان استخدام الحاجات دي لم يستند لاي مبادئ جدوله علميه، ولكن بتتعارض مع مبادئ الكريتيكال باث ميثود. فالبرمافيرا حط لك الشغل بتاعك واشتغل بالطريقه اللي انت عايزها، لان البرمافيرا برنامج جنرال، فحاطط لك كل الشروط واشتغل بطريقه الار، واشتغل باي طريقه انت عايزها، وبالتالي هو حاطط لاي واحد عايز يشتغل، فحاطط الشروط دي وحاططها في الضروره القصوى، لان هو حاطط لك شروط بيقول لك ما تزيدش عن 5%. يعني اذا انت وانت شغال في 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 في, في الدانجلينج اكتيفيتيز، يبقى في دماغك على طول ان انا بستخدمها على حذر، لانها لها عواقب، وذكرنا مع بعض العواقب بتاعتها، هتراجع التسجيل هتستفاد. هنشير مع بعض لو السؤال كده، في اي سؤال تاني انا كده جاوبته ولا لا؟ يا ريت يرد علينا. تاني يا دكتور، هل هناخد اسئله تانيه ولا حضرتك لو في اسئله مهمه او نخليها بعد؟ انا كده انا خلصت 4 نقاط، فاضل 4 نقاط تانيين، فحابب نستفسر على الاربعه دول عشان الناس ما تتوهش، لان انا عارف ان هم هيبقوا صعب وفي ناس كتير هتتوه معانا. تمام. في مهندس احمد هلالي بيقول ما المقصود بالدي سي ام اي؟ ما انا قلت لحضرتك اول كلمه قلتها لحضرتك، تعالى هنشير مع بعض الدي سي ام اي. اول كلمه اول ما اتكلمت، ممكن يكون دخل متاخر شويه الباشمهندس، ادا اللوجو بتاعها يا باشمهندس انا مظهر ظاهره اهو، اللي هي ديفانس كونتراكت مانجمنت ايجنسي، اللي هي اداره العقود بوزاره الدفاع الامريكيه. لما حصل تخبط في اعتماد البرنامج وان يحصل مشاكل في
في اعتماد البرنامج بين المالك بحط نقاط على هواه والاستشاري يحط نقاط على هواه، ولو في مشاكل بينك وبين الاستشاري بيبدأ يحط نقاط على هواه ويشترط، ولكن هي قالت نقفل المشاكل دي كلها ونحط 14 نقطة. لو البرنامج موافق ل 14 نقطة من غصب عني أنا كمالك لازم أعتمد. لذلك أنا لما قلت لك إن في النقطة دي في اللوجيك لما قلت لك هي 5%، لو أنت استشاري اعتمد، لأن مش بمزاجك، ده من غصب عنه وعني وعنك لأنه دي شرط. بس لو أنت مالك، لو أنت مقاول، ما تطلعش البرنامج بتاعك وهو فيه 5%. أنا لو هعدل النشاط دي، لو أنا عايز أعدل الشرط الأولاني في اللوجيك دي، هنقول number of activities that are missing predecessor is successor or both shouldn't exceed 2 activities. ما تزيدش عن نشاطين بس. هو حاطط 5%، ال 5% انا من وجهه نظر شايفهم ايام، وبحثت في مصادر، ويا ريت يا شباب لو حد وصل لمصدر كويس بيبرر الكلام دي يقول لنا. انا بحثت في مصادر كتير ما لقيتش رد مقنع ان ال 5%، لان ال 5% زايده. انا عدد اي برنامج دلوقتي بيوصل الانشطه بتاعته ل 2000 نشاط، وبالتالي انت كده في الحاله دي بتسمح لي ب 100 نشاط اوبن اند او دانجلينج اكتيفيتيز. انا دانجلينج اكتيفيتيز مرفوضه بالنسبه لي، ما اعملهاش. طيب يبقى اذا انت بتسمح لي ب 50 ب 100 نشاط اوبن اند. طيب يبقى اذا انا كمقاول ما التزمش بال 5% اصلا، انا طلع البرنامج بتاعي ما فيهوش ولا حاجه اوبن اند غير بروجكت ستارت والبروجكت فينش، تو مايل ستون. تطلع البرنامج بتاعك بتو مايل ستون، واحد في بدايه النشاط وواحد في بدايه المشروع وواحد في نهايه المشروع. تمام؟ اتفضل. يا دكتور، في مداخله من المهندس محمد الغندور، لو حضرتك تحب يعني. طيب نخلي المداخلات في الاخر عشان هتطول. تمام، ما فيش مشكله. طيب الا يبقى اذا كده هنكمل احنا. هنكمل احنا، خلصنا النقطه بوينت رقم 4. هنبدا مع بعض. احنا فاضل لنا 5 نقاط، عشان فاضل لنا 4 نقاط. احنا اتكلمنا عن 4 وهنتكلم عن 4 النهارده، والباقي هنخلصه في السيشن القادم ان شاء الله. الشير واضحه في الباوربوينت؟ تمام يا دكتور، اتفضل. تمام. النقطه رقم 5 في الدي سي ام ال هي الهارد كونسترينتس. الهارد كونسترين الديسكريبشن الدي سي ام اي اللي هي ديفنس كونتراكت مانجمنت ايجنسي بتقول ايه بقى؟ نمبر اوف اكتيفيتيز ويز hard constraint shouldn't exceed 5%. عدد الانشطه التي تحتوي على 5% ما تزيدش. وخد بالك من كلمه ما تزيدش، يعني هو بوافق لك عليها بحذر، يعني بيقول لك ما تزودش، يعني لو حبيت تتجنب الكلام ده كله تجنبه. قال لك في الهارد كونسترين بقى، الهارد كونسترين such as must start on or must finish on or must no later than finish no earlier than should be avoided. يجب تجنبها. طب ليه تتجنبها؟ as they can result in a misleading schedule forecasting. يبقى كل الهارد كونسترين تجنبه. طب ليه انا اتجنبه؟ قال لك as they can result in a misleading schedule forecasting، لان بتديك تنبؤات مضللي، ومكتوب بالصريح كده a misleading schedule forecasting. يبقى اذا الهارد كونسترين بتديني نتائج مضلله. طب ليه حضرتك ممنوعه برضو؟ قال لك consider برضو، على فكره في النقطه الثانيه قال لك بيتكلم على soft constraint، consider using soft constraint if absolutely necessary. يعني استخدامك للسوفت كونسترين في الضروره القصوى. تمام؟ باختصار كده ليه احنا بنبعد عن الكونسترين عموما؟ لان الكونسترين بمثال بسيط جدا وواضح واي حد يفهمه، ان البرنامج هو زمن والزمن متحرك والكونسترين شيء ثابت، فينفعش تربط تثبت المتحرك بثابت، فانت بتحطه قدامه حجر عاثر كده، بتحط له بتوقفه وبتفرمله، وكونك تفرمله هتظهر عيوب بعدين هنعرفها لك دلوقتي في نفس السيشن قدام ان شاء الله لما نيجي نتكلم على النيجاتيف فلو. تمام يا شباب؟ قال لك consider using soft constraint if absolutely necessary في حاله الضروره القصوى. This check apply to all normal activities will summarize a level of effort that are planning or in progress. يعني سواء كانت في مرحلة التخطيط، هنا ما تكلمش، خد بالك كل شرط لازم تعرفه امتى بيستعمل. دي ما تكلمش هنا عن الكومبليتد، قال لك في حالة البلاننج اور ان بروجريس. المعادلة حضرتك لو هتحسبها مانوال، وانا زي ما قلت لحضرتك انا مش هركز عليها لان هعلمها لك في الكيس ستادي ازاي تعملها فلاتر. تمام؟ هنيجي بعد كده عن الهاي فلود.
او التوتال سلاك. ركز معايا بقى، ولو انت مقاول ركز اكتر واكتر واكتر، لانها بتبقى فرصه في ايدك وبعد كده بتطير، ما عادش بتبقى ملكك. فركز معايا في النقطه دي. تمام؟ الهاي فلود او التوتال سلاك، في بعض المصادر بتقول عليها التوتال سلاك. الديسكريبشن الدي سي 100 بتقول لك ايه ده؟ نمبر اوف اكتيفيتيز وذ توتال فلود جريتر ذان 2 مانث 44 وركينج دايز شالنت اكسيد 5%. عدد الانشطه التي تحتوي على فلود اكثر من شهرين، وهي هي ال 44 يوم عمل. وايه الفرق بين الشهرين وال 44 يوم عمل؟ هو بيفترض ان التو مانث دي كاليندر داي اللي هي الايام العاديه، والوركينج داي اللي هي ايام العمل، بمعنى ان الاسبوع سبع ايام دي ايام عاديه كاليندر داي، ولكن الوركينج داي لو انت بتشتغل خمس ايام يبقى اذا عندك اجازه جمعه وسبت، فاذا الوركينج داي خمس ايام في الاسبوع، يبقى اذا الاسبوع عندك خمس ايام وركينج داي و 7 داي كاليندر دايز. تمام؟ One may still ask why is 44 days total float is derived cutoff point for achieving this perspective. ليه ال 44 ال 44 يوم تم تحديدها على انها تكون ما تزيدش عنها؟ قال لك ان هي مش where appears to nothing magical، ما فيش اي حاجه سحر ولا حاجه about the duration 44 days. يعني ما هي مش حاجه سحريه ولا حاجه. قال لك accepted باستثناء that is comes to about 2 months، ان هي هم شهرين، or roughly to reporting period in a typical earned value management integrated system. هي مجرد فترتين تقييم لتقريرين بتقدمهم حضرتك، ومع استخدام أداة الإيرنت فاليو دي هنشرحها في آخر الكورس إزاي نشتغل الإيرنت فاليو، وهنخليك تفهمها مش تحفظ المعادلات بتاعتي. طيب ليه أنا بقول لك حضرتك برضو عشان ما ننساش، هنخلص النقطة الأخيرة. 2 month 2 month total float duration is a value، برضو بتأكد تاني بقول لك أول حاجة قال لك ان هي مش حاجه سحريه ولا حاجه، هي مجرد شهرين بتبدا تقدم فيهم تقريرين وبنبدا نقيم كشغلك هل الفلوت بينقص، يبقى اذا انت بتتاخر. ما هو انت ما تعمليش كل الانشطه كلها 100 يوم و50 يوم وانت عايش في الطراوه وعمال تتاخر، وكل ما حد يكلمك ويقول لك انا ما عندي فلوت، ما حدش كلمني يا جماعه انا عندي فلوت، فهو حكمك بال 44 يوم. ما هو انت لما تتاخر الشهر دي وهتتاخر الشهر ده، فاذا انت داخل على الكريتيكال، يبقى اذا الانجاز بتاعتك قليل، وعن طريق الايرنت فاليو بتكتشف كل حاجه. تمام؟ قال لك 2 مانث توتال فلوت ديوريشن، اليه برضه حددوها. قال لك از ا فاليو موست لايكلي، هي قيمه اكثر استخداما درايفد فروم براكتيكال اكسبيرينس. هي قيمه تم تحديدها عن طريق ناس خبره واستخدموا برامج سكادول اوف فاريان لينث، استخدموا عن طريق قياس، عملوا تحليل لبرامج كتير، والبرامج دي لها مدد مختلفه فاريان لينث. تعالوا نرجع بقى بقول لحضرتك ليه لو انت مقاول تركز 100% على الفلوت وتدرسه كويس، تمام، قبل ما يطير منك. مين اللي في اي مشروع مين اللي بيعد البرنامج الزمني؟ المقاول هو اللي بيعمل اعداد للبرنامج الزمني. طيب في سؤال وكان بيحير ناس كتير، هو هو اون ذا فلوت، من يمتلك الفلوت؟ وانت في مرحله هو الفلوت هو سماحيه بتقدر طبعا في فرق بين الفري فلوت والتوتال فلوت، هنتكلم عليهم واحنا شغالين في الكيس ستادي، ولكن هنتكلمك دلوقتي على التوتال فلوت او الهاي فلوت. بالنسبه للمقاول ادرس البرنامج بتاعك كويس جدا وخد المدد بتاعتك، ما تطلعش. انا بزعل جدا لما بلاقي برامج حاطط فلوت اكتر من 100 يوم، اول ما الاستشاري اعتمده اصبح ال 100 يوم دول مش ملكك، ده ملك المالك او الاستشاري او انت، اللي يحتاجه الاول ملك اللي يحتاجه الاول، في حين ان قبل ما تقدم البرنامج كان ملكك انت ومن حقك تاخده وتعمل انشطه وتكسر انشطه زي ما انت عايز وتستهلك
الفلوت بتاعك بحيث ان انت تحكم المالك وتحدد انشطه بتاعتك زي ما انت محتاج بالظبط. كونك تقدم البرنامج اصبح خلاص الفلوت مش ملكك، اصبح ملك للمشروع واللي يحتاجه الاول. لو احتاجه المالك الاول ياخده، لو احتاجه الاستشاري برضه في بعض الامور ياخده بنيابه عن المالك لو احتاجته انت. طيب انا برضه ما فهمتش، طب برضه يا شمس انا الى الان مش فاهم، انت بتقول لي طب انا حطيت فلوت 100 يوم وقدمت البرنامج، ايه المشكله اللي هتعود عليا؟ هتعود عليك يا باشمهندس انت حاطط فلوت في مسار معين 100 يوم والمالك ضاف لك جزء من العمل وهيعوضك كوست، ما فيش مشكله. قال لك هتعمل لي الشغلانه دي وهنعوضها لك فلوس، تيجي تقول له لا بس انا عايز وقت، ما انت كده بتبقى محتاج بقى ساعتها ومتاخر، يقول لك لا وقت ليه؟ انت هتعملها لي وقت ما تيجي تنفذ مثلا الفيلا الفلانيه، والفيلا الفلانيه المسار بتاعها بقول لك 100 يوم وهي اصلا انا هعملها في 60 يوم، يعني انت معاك كمان حوالي 40 يوم. فاذا انت ايه؟ حرمت نفسك كمقاول من فرصك تجي لك انك تاخد اكستنشن اوف تايم لانك انت مقدم توتال فلوت عالي. يبقى اذا لو انت مقاول ادرس التوتال فلوت بتاعك كويس جدا قبل ما تقدمه. تمام؟ هنيجي بقى عن نقطة مهمة اللي هي نقطة رقم 7 اللي هي النيجاتيف فلوت، اللي هو الفلوت اللي بالسالب. وركز معايا بقى في النيجاتيف فلوت لأنها مهمة جدا. الديسكريبشن الدي سي بي بتقول لك إيه بقى؟ نو بدت بنو uncompleted activities، أي نشاط لسه مش مكتمل، should have a total float، يحتوي على total float that is less than zero working days. يبقى اي نشاط سواء كان في مرحله البلاننج او الان بروجريس لا يحتوي لابد ان لا يحتوي على اقل من zero working days. يبقى ما فيش نشاط تشوفه يعتمد على سالب او بيقرا معاك سالب، ممنوع يكون موجود اي نشاط في الانشطه الانكومبليتد. طيب ليه هي بتقول كده؟ قال لك النيجاتيف فلوت indicate بتأشر that the schedule isn't possible based on the current completion date. Negative float indicate مؤشر that the schedule isn't possible based on the current completion date. مستحيل البرنامج بتاعك يخلص في الميعاد بتاعه. يعني انا لما بشوف نيجاتيف فلوت يبقى اذا الفينش ديت وبعدين تطلع لي التقرير تقول لي انا هخلص كذا كذا في تاريخ كذا، فغلط اصلا، انت عندك نيجاتيف فلوت. مستحيل هيخلص ما دام في نيجاتيف فلوت. وجت دي سي بي بتقول لك بقى ايه؟ ايديلي ذير shouldn't بي اني نيجاتيف فلوت ان ذا سكادجول. الطريقه المثلى يجب الا يحتوي البرنامج الزمني على نيجاتيف فلوت. والتشيك دي خاص بايه بقى؟ This check apply to all normal activities milestone with summarize with level of effort that are planned in progress or completed. شوف من شدة منعهم للشرط دي قال لك حتى لو كانت مكتملة، يبقى في حالة البلاننج وفي مرحلة الان بروجريس وفي مرحلة الـ or complete. طب في حالة انا في negative float الدي سي ام اي بتقول ايه بقى؟ activities that have a negative float should have an explanation. الاول يعني لو في نشاط في نيجاتيف فلوت لازم تقدم شرح له وتقول ايه السبب النيجاتيف فلوت وتعمل فورا كوركتيف اكشن بلان، تعمل خطه تصحيحيه عشان تمسح النيجاتيف فلوت وتعدل النيجاتيف فلوت. يبقى activities that have a negative float should have an explanation and a corrective action plan. يبقى في الاول بنقدم بنقول يا جماعه والله النيجاتيف فلوت ظهر بسبب ان انا عندي كنت حاطط كولسترين في النقطه الفلانيه او حاطط كذا او عندي لينك اكتيفيتي عندي اوتسايد لينك عندي رابط مشروعين ببعض وبالتالي ظهر، والاسباب هنتكلم عليها دلوقتي حالا. وبتقدم خطه ايه السبب ان ظهر عندك ايه النيجاتيف فلوت. وبعد ما تقدم السبب وتذكر السبب في الريبورت تبدا تعمل كوركتيف اكشن بلان immediately، يعني لازم بسرعه تتجنب تحل مشكله النيجاتيف فلوت. ولو حضرتك هاو تكالكوليت بالمعادله اللي قدامك دي قلت حضرتك هنعملها لك انا في فلاتر ان شاء الله. طيب اسباب النيجاتيف فلوت ايه السبب اللي بيقول لك 6 reasons why your schedule contain negative float. عندي 6 اسباب ليه البرنامج بيحتوي على نيجاتيف فلوت. اول سبب ان انا لو حاطط كونسترين على نهايه المشروع project finish date constraint
on the project finish date. حاطط في نهاية المشروع, ودي بيخطأ فيها بلانرز كتير. بيقول لك أول ما بيفتح البرنامج عشان يعمل البيز لاين بيشوف العقد, بداية العقد ونهاية العقد, ويجي كاتب نهاية العقد في البرنامج. لا, حضرتك اكتب الستارت بتاعت البرنامج وسيب البرنامج ياخد راحته ويمتد زي ما عاوز يخلص. لو انت البرنامج بتاعك مدته سنة مثلا, حط البداية وما تحطش كونسترين على النهاية, ما تحطش النهاية التعاقدية, واعمل البرنامج بالطريقة الطبيعية خالص, وسيب البرنامج بتاعك يمتد لسنة, سنة ونص, سنتين. وبعد ما تخلص ابدأ ادرس الايه longest path, تبدأ تشوف المسارات الطويلة وتبدأ تدرس. طيب, يبقى دي من اول سبب من اسباب النيجاتيف فلوت, اللي احنا قلنا البرنامج يجب الا يحتوي على نيجاتيف فلوت. السبب الاولاني ان حضرتك بتحط بروجكت فينيش ديت, بتحط مايلست, بتحط كونسترين في نهايه المشروع. السبب الثاني ممكن تحط مايلستون على الاكتيفيتي. طب ليه انا برضو برجع نحط مايلستون على الاكتيفيتي؟ احنا ساعات بنحط كونسترين على الاكتيفيتي. تحط الكونسترين بشروط. الكونسترين يا باشمهندس تحط بشروط. لو عندك اكتر, ودي كنا بنعملوها طبعا في 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 مترو القاهره, عندنا اكتر من تداخل واكتر من مين كونتراكتور في المشروع. يعني في واحد هيخش, كان يخش شغل الريل واي, بعد الشغل الكونستراكشن, وبعد يخش بعد كده يخش شغل الام اي بي, ودي الشركه ودي شركه, ودي لها عقد خارجي خالص مع الاونر, ودي لها عقد, وبالتالي كله بخبط في بعضه. فعشان المالك يمنع المشاكل دي كلها, بيجوا يقول لك ان انت هتخش بتاريخ كذا. يبقى اذا هنا كونسترين فعلا, وكل تركيزك عليه وتاخيره غرام التاخير. والبشره اللي هقولها لك ان شاء الله في الكيس ستادي اللي احنا هنشتغلها, برضو مختار لك مشروع في اكتر من المقاول, لان برضو معظم البلانر بيبقوا ما عندهمش خلفيه وبيتهاونوا بالنقاط دي, وفي النهايه في نهايه المشروع ممكن يتعرضوا لغرامات تاخير بسبب عدم وعيهم للكونسترين. انا ممكن احط كونسترين ولكن نبدا نعمل مونيتورنج اند كنترولنج عليه, نشوف هل امتى هيظهر فلوت عليه. واول ما يظهر فلوت نعمل ريد كولر الارم, ننبه, نبعت تقارير, الحقوا انا اتاخرت في تاخير يوم. لو تاخير يوم ظهر قدامك بالسالب, تقلب الدنيا عليه عشان تعالجه, ويكون معالجته على المقاول المتسبب مش عليك انت. ما هو انت حاطط الكونسترين. يبقى اذا عرفنا كونسترين on an activity or milestone. سبب الكونسترين على الانشطه بيكون سبب تعاقدي في وجود اكتر من مقاول, او في برضه ساعات المالك بيشترط برضه مايلستون, يقول لك عندي كذا لو ما خلصتش هغرمك. بمعنى ان انا عندي مثلا بنبني برج 30 دور, يقول لك مثلا عندي الدور العاشر حضرتك ومدته 3 سنين, برج 30 دور ومدته 3 سنين, يبقى في السنه الاولانيه حضرتك تخلص لي 10 ادوار, لو ما خلصتش بسحب منك. يبقى اذا كونسترين. طيب, الشرط الثالث قال لك external relationships, علاقة خارجية. امتى نلجأ للعلاقة الخارجية؟ بنلجأ للعلاقات الخارجية لو انا عندي limit resources او special resources. كنا بنلجأ لها في بعض المشاريع عندنا في حالة الفارمات بتاعت الكباري. تكلفة الفارما تقريبا قد تصل لنص مليون, فبيصمموا عدد فارمات معين. يعني بيصمم لك 10 فارمات وانت معاك مثلا حوالي 3 4 كباري بيكونوا من 30 عمود. طب انت مش هتصمم 30 عمود, مش هتصمم 30 فارما, فممكن يصمم لك 5 فارمات او 3 فارمات ويقول لك مشي امورك بيهم. فبتعمل كنترول على الفارمات, وبتبدا تربط الكباري ببعضها. مثلا تقول مثلا ايه العمود دي هيخلص يتنقل على العمود رقم مثلا 6 في المشروع الثاني, ويكون المشروع دي يخلص قبل ما يخلص الخوازيق. تبدا ايه ترجع الفارمات يبدا يشتغل عليها. دي اسمها الاكسترنال ريليشن شيبس, انت رابط بعلاقات خارجيه. الكالندرز وما ادراك ما الكالندرز ومشاكلها الكتير اللي بتبقى بسبب بتعمل مشاكل كتير, وان شاء الله بنخصص ليها سيشن كامله لشرح الكالندر عشان نحل الكولابس فيه. يبقى اذا السبب رقم 4 ان انا ممكن يظهر عندي نيجاتيف فلوت بسبب الكالندر, والسبب رقم 5 برضه الليفل اوف ايفورت, ودي استعمالهم كتير فلذلك مش هنركز عليهم. والسبب رقم 6 اليوزن ريسورس ديبندنت اكتيفيتي تايب. احنا طول عمر الشغل في معظم شغلنا بنشتغل تاسك ديبندنت, ما بنستطرقش ليها, ولكن انت لو اشتغلت بعض الاحيان يوزنج ريسورس ديبندنت اكتيفيتي تايب قد يظهر عندك النيجاتيف فلوت. طيب, السؤال اللي هيطرح نفسه, لو ظهر عندي نيجاتيف فلوت ازاي انا وانا بعمل مونيتور اند كنترول, بنعمل مونيتورنج ولقيت نيجاتيف فلوت في البرنامج بتاعك, هاو دو يو موتيفيت اور ميتيجيت ذا نيجاتيف فلوت؟
ازاي حضرتك تتجنب ان تحل مشكله النيجاتيف فلود؟ طبعا النيجاتيف فلود هيكون على حساب الضحيه اللي هو السبب متاخر اللي هو اتاخر يعني اللي هو اللي تسبب في النيجاتيف فلود. بتبدا تعمل بقى ايه؟ كرييت بارلل باثس فروم سيكوينشنال باثس. تبدا تعمل المسارات اللي انت كنت حضرتك مشغلها ورا بعضها تبدا تشغلها مع بعضها. تمام؟ بمعنى ان انا كنت عندي على سبيل المثال انا عندي برج مثلا 10 ادوار زي ما بنقول وشغال في المباني وعندي فرقتين كل فرقه دي كذا كذا كذا. لا حضرتك لازم في الحاله دي ان انت بدل ما من اول مثلا نقول من اول الدور الخامس دي حاجه ثانيه هتشتغل فرقه ثانيه خالص ويبدا مسار جديد وكانه مشروع جديد. تشينج الشرط الثاني لو برضو عشان تحل برضو النيجاتيف فلود تشينج ا سيكوانشال ديبندنسيز انتو بارشال ديبندنسيز. تحولها برضو نفس الشرط الاولاني ولكن ما تحولهوش بقى ايه كلي تخليه جزئي. تزود ريسورس رقم ثلاثة اننا نعمل ايه نزود ريسورس او نعمل كراشن. رقم اربعة عشان برضو نحل النيجاتيف فلود ريفيو ذا review the estimated duration of critical activities. تبدأ تراجع المدة المقدرة على النشاط الحرج الأنشطة الحرجة بتاعتك. الشرط اللي بعده review the estimated duration of lags on the critical path. ودي بتبقى صعبة عليك لذلك لما قلت لحضرتك يا باشمهندس تجنب اللاجز لانها مش سهرة تضطر بقى تعمل الريبورت وتعيش حياتك في اللاج وتبدا تقلل اللاجز لانها برضو بتكون سبب من اسباب ايه النيجاتيف فلو. تبدا تقلل فيها عشان تخفض لك النيجاتيف فلو. لوك فور الشرط اللي بعده لوك فور اكستريملي لونج ديوريشن كريتيكال باث. تبدا تبص على المدد الطويله في الكريتيكال باث او الكريتيكال تاسكس وتبدا تعمل لها دراسه تقللها شويه تبدا تزود مان باور عليها تبدا تزود تبدا تقلل فيها بطريقه تقليل المدد. تمام؟ لوك فور اكستريملي لونج ديوريشن كريتيكال باث. الشرط الاخير انك تدرس السكوب بتاع الكريتيكال باث. شوف ممكن هل هو هيتغير؟ هنقلل السكوب دي هنبدا نشغله بارالل بدل ما هو بارشل. اخر حاجه معانا عشان برضو الوقت ما يطولش اللي هي النقطه رقم خمسه رقم ثمانيه اللي هي الهاي ديوريشن. تمام؟ وصف الهاي ديوريشن في الدي سي بي اي بتقول the total number of activities that have a duration longer than 2 months work 44 working days shouldn't exceed 5%. The total number of activities that have a duration longer than 2 months, 44 working days, shouldn't exceed 5%. عدد الأنشطة التي تحتوي على مدة أكثر من شهرين وعرفنا اللي هو إيه هي الـ 2 months وإيه هي الـ 44 working days هما الاثنين زي بعض حسب أيام العمل وأيام الكالندر داي. ما تزيدش المدد اللي الأنشطة عن شهرين كاليندر or 44 working days. قال لك الهاي duration activities notes بقى بتاعت الدي سي ام اي بتقول الهاي duration activities are generally indication that a plan is too high level of adequate planning and control. High duration activity are generally an indication that a plan is too high level for adequate planning and control. اي مده وحضرتك وانت بتراجع لو انت استشاري برضه ولقيت البرنامج الزمني فيه مده طويله جدا جدا اذا هو فعلا adequate planning and control يعني مش مدروس بطريقه جيده. بس تستثني قال لك الدي سي ام اي ركزت في حته وقال لك ايه there is an exception for rolling wave scheduling. الرولينج ويف سكادولينج باختصار هي خطه مستقبليه لمشروع مستقبل لم يبدا، يعني بمعنى اصح كده ان انا اعمل لي جدول مبدئي لمشروع ممكن هناخده او مش هناخده، يعني دراسه مبدئيه، يعني اذا ما عنديش المعلومات الكافيه عنه. طيب مشروع هنقدمه وشغال عليه وخطه تنفيذيه، اذا لابد ان يكون عن طريق دراسه والمدد ما تزيدش فعلا، انا شخصيا ما بزودش اي نشاط عن 40، في حاله اللونج ليد ايتمز الحاجات اللي هتستورد وخاصه المعدات ومش عارف ايه وماكينات المترو اللي كنا بنستوردها ماكينات التذاكر والحاجات دي بتيجي من فرنسا والكلام ده كله، كنت بنعمل لها فعلا كاليندر لان طبعا بيبقوا مختلفين على فكره لما بتستورد حاجات من بره يبقوا هم شغالين بكاليندر غير الكاليندر بتاعتك بنفنطها تماما والمشاكل اللي هتقع
بنقف في الجمارك بنبدا نقول بنكسرها بحيث فعلا ما نزودش، رغم ان هو لونج ليد ايتمز قد ياخد 8 شهور او 9 شهور بنفنطه وبندرسه، ولكن ما نزودهوش عن شهرين. ليه؟ عشان تقدر تعمل كنترول عليه. طيب قال لك عيوب الهاي ديوريشن. طب حضرتك انا عامل هاي ديوريشن، ايه العيوب؟ هاي اور لونج ديوريشن تاسك ذات هاي اور لونج ديوريشن تاسك هاف ذا فولوينج ديس ادفانتج. المدد العاليه لها بعض الديس ادفانتج. ايه هي الديس ادفانتج في المدد العاليه؟ لو انت حاطط مدد عاليه، قال لك they make discrete progress measurement more difficult. They make discrete progress measurement more difficult. معناه ايه الكلام ده؟ قال لك انت حاطط على سبيل المثال، انا حاطط نشاط مدته 100 يوم وبتبدا تعمل له ابديت في مرحله البروجرس ميجرمنت، خد بالك. فبيحصل انت بتعمل له ديسكريت، هتجزئه. يعني مثلا تقول انا خلصت 10%، انا خلصت 50% وهكذا، فبيكتب في صعوبه. الصعوبه ليه؟ من ناحيه الاعتراض ومن ناحيه التقدير ومن ناحيه الاعتماد، بمعنى ان الموقع هيديك النسب خطا، وفي نفس الوقت لما تيجي تعتمد ممكن يقول لك انا خلصت 70%، طبعا انت حاطه 100 يوم، فبتقول له مثلا اعمال خرسانات الدور الارضي، خلصت قد ايه يا باشمهندس؟ انا خلصت 10%. طيب خلاص تيجي تروح للاستشاري يقول لك مين قال لك يا باشمهندس 10%؟ فبيحصل اختلاف وبيحصل صعوبه في مرحله ايه؟ بروجريس ميجرمنت، بتبقى مور ديفيكولت. تاني سبب برضو في المدد من عيوب المدد الطويله بتعمل ايه بقى؟ They increase the possibility of required changes to in progress work. They increase the possibility of required changes to in progress work. بتزود احتمالية التغيير أثناء التنفيذ. إزاي الكلام دي؟ أنا بقول خرسانات الدور الأرضي 100 يوم، تمام، ورزح حطيتها كده في البرنامج. تيجي بدأت تنفذ، ممكن يحصل تغيير بسبب ايه؟ انك تكتشف كان المفروض من اول الاسبوع الاولاني ان يكون في اعمال ام اي بي، مفروض اعمال عزل، مفروض. انا بديك مثال بسيط عشان تفهم، ولكن انت مش هتنسى في الحاجات دي طبعا. انا بكلمك لو في حاجات سبيشال مفروض تندرس صح، لان قد تعدي على مدير المشروع. طيب لو المدد الطويله بتؤدي الى احتماليه التغيير اثناء التنفيذ لانها ما بتكونش مدروسه. طيب الشرط رقم ثلاثه، they may distort the critical path. قد يحصل تشتت للمسار او تشوه للcritical path. ازاي الكلام دي؟ عندك مشروع مدته على سبيل المثال ثانية او 400 يوم، بنقول مثلا 400 يوم، وهو في 1000 نشاط، وانت حاطط 3 4 انشطه كل واحد فيهم 100 يوم. يبقى اذا مثلا 100 يوم ورا 100 يوم، لو الثلاثه بس جم ورا بعض اصبحوا 300 يوم، او لو اربعه اصبحوا 400 يوم. يبقى اذا انا عندي المشروع كله 1000 نشاط، وعندي المسار الحرج 5 6 انشطه، فدي حصل له ديستور ذا كريتيكال باث. الشرط يبقى اذا لازم نقلل عشان نتجنب الحاجات دي. العيب اللي رقم اربعه برضو بيقول لك ايه بقى؟ they more susceptible to the negative flag relationship modifier. طبعا تذكرت، لو تذكر معايا انا قلت لك ان ممنوع النيجاتيف فلاج. قال لك المدد الطويله هي اكتر مدد بتخليك تنجر وراء النيجاتيف فلاج، اكتر سسبتبل، اكتر حساسيه او قابليه او تقبل للنيجاتيف فلاج. ليه؟ انا عندي مش نشاط مدته 100 يوم، والنشاط اللي بعده مثلا 70 يوم او 50 يوم، بنيجي انا بقى وانا شغال، طبعا انا مش داري بالنقاط دي او مش داري بالشروط دي، بنقول طب ما ممكن انا انت ماشي كده وتنفذ كده، تقول ايه وتحط الانشطه بتاعت البرنامج، تقول طب ما انا ممكن بعد ما يخلص 70 يوم من النشاط دي نبدا النشاط اللي بعده، لان اصلا مدته 100 يوم، ناخد لي 30 يوم نكسبه. يبقى اذا انت انجريت وراء النيجاتيف لاج، واحنا قلنا ايه؟ ممنوع النيجاتيف لاج. طيب بكده احنا نكون خلصنا الجزء الاولاني، ونتمنى ما يكونش تقيل، وبالفعل انا عارف ان هو تقيل، ولكن لو رجعته مره واثنين وثلاثه ان شاء الله هتستفاد منه، وهي شروط مهمه جدا، وانا مستعد حاليا لاي اسئله لحضراتكم. اتفضل. جزاكم الله خيرا دكتور. نبدا بمداخلات. اتفضل، تحت امر. اتفضل باشمهندس اسماعيل. اتفضل. باشمهندس اسماعيل، استاذن حضرتك تفتح المايك. باشمهندس محمد الغمدور.
بشكر سعادة الدكتور على المحاضرة الشيقة، ربنا يبارك في حضرتك يا رب، وكذلك بشكر بيم عربية على دوراتهم الشيقة الجميلة، ربنا يجزيهم خير يا رب ويبارك فيكم جميعا. يعني يا رب. هو بس كاقتراح يا باشمهندس، يعني ربما يعني وجهة نظري الشخصية، لو كان حضرتك ال 14 نقطة دول كانوا بعد شرح البرامافيرا، ما كانش يكون الواقع بتاعهم أو التأثير بتاعهم أو المردود بتاعهم كان يكون أوقع شوية وأفضل ايوه شوية؟ تمام، انا عارف، لذلك انا قلت لك ايه في الاول، لو انت مبتدئ اسمعهم وما تلومش نفسك، ولو انت شغال بقالك فتره هتستفاد بيهم. بس انا لما انا ما انا هشرح لك، هعمل لك كيس ستادي ان شاء الله وهتستفاد بيها، بس انا عايزك نبقى لما نيجي نقول لك اصل الدي سي ام ايه يا باشمهندس بتقول كذا كذا، وهعمل لك كيس ستادي حيه، فهتظهر مشاكل قدامي وهفكر وانا بحلها مع بعض ونحلها مع بعض، نقول لك نيجي واحد يقترح يقول طب ما تعمل كذا، عشان نقول لك لا ما ينفعش لان الدي سي ام ايه بتقول كذا. فانا عايز لما نقول كلمه الدي سي ام ايه كذا تكون حضرتك عارف ايه هي الدي سي ام ايه. لذلك انت الكلام دي هيبقى صعب جدا، وانا بدات فيه وصعب جدا وعارف انه صعب، ولكن انا عايز لما نقول الدي سي ام ايه بتقول كذا يبقى حضرتك فاهم ان كانه كود بالنسبه لك بيقول كذا كذا، هتفهم الدي سي ام ايه. انا قلت لك على فكره بالمناسبه، يعني للناس اللي هي خدت شحنه سالبه او حاسه ان الموضوع صعب، انا هعمل لك الموضوع دي في فلاتر، وهتبقى الفلاتر جاهزه عندك في البرنامج، وهتعملها في ثواني، في ثانيه واحده تبدا تعمل تشيك، البرنامج يعمل لك تشيك على الدي سي ام ايه، يقول لك الاخطاء عندك فين، كذا كذا كذا، صح يا باشمهندس؟ تمام. بس انا مش حابب نقول لك يعمل الفلتر دي يا باشمهندس من غير ما تعرفه، هو شغل اكاديمي شويه، بس هتحس بيه بعدين، انا عارف انك هتحس بيه بعدين، مش هتستفاد بيه دلوقتي. واكيد في ناس على فكره ملت وخرجت من الكورس، ولكن بقول لهم يعني الناس اللي خرجوا دول يبداوا، لو هم ملوا يبداوا من بعد المحاضره الجايه، لان المحاضره الجايه هيكون فيها جزء برضه صعب شويه. بس لما هنشرح مع بعض الكيس ستادي هتحسي بفعلا ليه انا بدات بالكلام دي الاول. تمام يا دكتور، حضرتك جزاك الله خير برضه عليك، اشكرك يا دكتور. تحت امرك. تمام يا دكتور. اي اسئله؟ في اسئله على الشات برضه ناخدها. اتفضل. في باشمهندس شيماء بتقول ممكن مثال توضيح على النيجاتيف فلوت؟ النيجاتيف فلوت هتعرفيه، قول لها اكتبيه في النوت وهجيب لك النيجاتيف فلوت. انا ممكن نجيب لك كيس ستادي، بس انا مش عايز اطول على الناس ونظهر لك النيجاتيف فلوت، هشرح لك نيجاتيف فلوت على برنامج، لان لازم يكون انا عندي نيجاتيف فلوت. اشوف كده لو عندي حاجه، لازم اصلا لازم نكون مجهزها بصراحه يعني، ولكن اجهزها لكم المحاضره الجايه، مفيش مشكله، خلي السؤال دي تذكرني بيه واكتبي على طول على الواتساب، وانا اجهز لك كيس ستادي عشان ما نضيعش بس مع وقتنا كلنا، وانا بعمل لك برنامج يظهر فيه النيجاتيف فلوت. تمام يا دكتور. ممكن مهندس محمد عبد الوهاب كاتب ممكن البرنامج للتحميل؟ برنامج هبعت لحضركم الرابط للتحميل ان شاء الله، مفيش مشاكل. البريمافيرا بي 6، اوكي تمام، هبعت لحضرتكم فيديو محترم للمهندس زياد البصيري مهندسنا العزيز من اليمن، شارح فيه اخر نسخه من برنامج البريمافيرا، ازاي تسطبه وازاي تنزله ان شاء الله. دي برضو ابعتها لي على الواتس هندسه عشان نبقى عارف الاسئله دي، نبعتها لكم ان شاء الله. تمام. مش مهندس، هو الاسم اسمه زيزو، بيقول يا ريت عمل توضيح للمصطلحات المستخدمه خصوصا للمبتدئين. بالنسبه للمبتدئين انا نوهت في الاول اسمع ورجاء ما تخرجش، وبعد ما نخلص الكورس دي راجع المحاضرات دي تاني، عاد فعلا هتحس انك استفدت منها. ما هو انا على فكره انا لما الاعلان لو تلاحظ انت حضرتك ان هو ادفانسد كورس، انا موجه ليه انا ما بداتش من البدايه؟ لان البرمافيرا يا باشمهندس قتلت بحثا، لو انت تكتب على الـ على الـ على الانترنت شرح برمافيرا هيجي لك كورسز كتير قوي، فانا بحاول اغطي الحاجات اللي ما اتشرحتش. ليه؟ عشان وقتي ووقتك. ما هو انا مش هشرح لك كلام موجود على اليوتيوب على فكره، يعني المصطلحات اللي مش موجوده هي موجوده، وممكن نختصر بعض الناس المحترمين كده من باب يعني اللي انا عارفهم، في ناس افاضل كتير طبعا، يبعتهم للناس اللي هم المبتدئين يبداوا يسمعوا الكورسز دي وبعد كده يكملوا معانا. ولكن انا برضو مراعاه للناس دي برضو هنبدا بستيب باي ستيب،
وليه برضو انا اخترت مشروع انفراستراكشر؟ لو تلاحظ كل الحاجات اللي انا مختارها الحمد لله كان بتوفيق ربنا اني اخترتها بعناية. اخترت مشروع انفراستراكشر عشان الشروحات اللي موجودة على اليوتيوب كلها او اليوتيوب العربي كلها على الريزيدنشال بيلدينج، ويعني قتلت بحثا، فبتجيني مسائل، بتجيني اسئلة كتير على 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 الفيس، يا باشمهندس انا عندي كذا كذا، طب انا عايز مشروع طرق، طب انا عايز، فحسيت ان في جاب في الشروحات الخاصة بالانفراستراكشر. وبرضو اخترت لحضرتك الكيس ستادي، ما تستعجلش، لا تسبق الاحداث يا صديقي، هتفهم كل حاجه ان شاء الله، ويوم ما اخلص الكورس مش هتلاقي انت حضرتك اسئله تسالها لنا، ان شاء الله اكون غطيناها. انا اخترت كيس ستادي فيها اكتر من مين كونتراكتور، يعني فيها اكتر من مقاول رئيسي مش سب كونتراكتور، يعني المالك اتعاقد مع اكتر من واحد في نفس الوقت، ودي قمه المشاكل اللي بتواجهك، تمام. واخترت ده، انا ما اخترتش لحضرتك كمان في الكيس ستادي اللي انا اخترتها، ده انا اخترت لحضرتك كيس ستادي من غير بي كيو. ازاي تعمل برنامج زمني ما يكونش عندي بي كيو؟ بند واحد يقول لك كذا 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 كذا، وسعر واشتغل وعيش حياتك، ازاي تبني برنامج زمني بالكلام دي؟ يبقى انا مختار لحضرتك في الكيس ستادي ان شاء الله ان 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 معايا اكتر من مقاول في المشروع، ومعايا بي كيو لام سام، ومع ذلك برضو هنشرح لحضرتك ان شاء الله كوست برايس، يعني هنشرح بحضرتك لو كان المشروع بي كيو موجود فيه بي كيو، بس مش هنستطرق فيها كتير، وهنزود مع حضرتك في مرحله اللامب صام اللي هي بتكون فيها صعوبه شويه، ازاي تطلع الانشطه، وازاي توزع التكلفه، وازاي التكلفه تكون 100% زي البي كيو والكلام ده كله. فما تستعجلش، كل الحاجات دي ان شاء الله احنا هنغطوها بمشيئه الله. تمام يا دكتور، ناس كتير بتقول لحضرتك جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا على المجهود الرائع. السامح بيقول صحيح نادر وجود شرح للإنفرا، بارك الله فيكم. الله يكرمك. مهندس محمد عنان بيقول فعلا في شروحات كتير وما فيش حد شارح الدي سي ام اي، جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. دعوه بس لاخونا قبل ما نقفل، الله يكرمك، دعوه لاخونا للمهندس عمر سليم واولاده، ربنا يتمم شفاهم على خير، هو استاذنا، هو اللي علمنا العطاء يعني. اللهم يعني امين. اللهم امين. امين. اللهم امين. نسالكم الدعاء ان شاء الله. امين. باشمهندس عبد الرحمن عادل بيقول لو حضرتك تسمح يبقى شرح تفصيلي اكتر واسقاط على اكتر من تخصص، لان عايز استخدمه في مشاريع تخص الهندسه الميكانيكيه. هنا في الانفراستراكشر، ما هو اي ميكانيكيه، ما هو حضرتك قول لي عايز ايه بالظبط. ما هو في الميكانيكيه، ما هو احنا في الاعمال الانفراستراكشر احنا عندنا السور سيستم والبوتابل ووتر، هو معظمها شغل ميكانيكا، يعني بالنسبه لي احنا كشغل انفراستراكشر فهو دي شغل ميكانيكا يعني عموما يعني. بس انت عايزه في ايه يعني؟ هو يحدد لي بالظبط الشغل، ما شغل الميكانيكا كتير، تشيلرز، الاير كونديشنز والتايبس اوف اير كونديشنز، فالحاجات دي كلها هو عايزه في ايه. ممكن انا اجهز جزء من محاضره صغيره للناس لو الناس طلبت يعني. ممكن بقى يا باشمهندس تعمل تصويت على اكتر اسئله شائعه عشان يعني نحدد، او نعمل مثلا ايه كومنت الاسئله الشائعه والناس تعمل عليها لايك، يبقى اكتر سؤال نختار ونجاوب عليه. لان برضو مع احترامي للباشمهندس، ما هو انا لو اشتغلت كل واحد هو عايز ايه هيبقى صعب عليا انا انفذه، انا اتمنى انفذه، ولكن هو يحتفظ بسؤاله، يعني الباشمهندس اللي سأل السؤال دي يحتفظ بسؤال، لو هو السؤال من انكلودد الكورس بتاعنا ان شاء الله هنغطيه، لو هو مش انكلودد بعد نهايه الكورس تبعت له الواتساب بتاعي وهيتواصل معايا، او صفحه الفيس بتاعتي ان شاء الله وهي اسمها بريمافيرا حسام، هغطيها له ان شاء الله، حتى لو احنا مع بعض كده يعني، ممكن اشرحها له واغطيها له ان شاء الله. ايه يا دكتور، باشمهندس حسين القاضي اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا من ساعة ما قريت الكونتنت بتاع المحاضرة وبلغت يعني بشمهندس أحمد، كلمته وقلت له ده مستوى عالي جدا 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 الحقيقة، جزاك الله خيرا. طبعا الحقيقة يعني مستوى عالي جدا، والمستوى مش هيفهم الكلام ده إلا واحد شغال بريمافيرو بإيده وداخ فيه ووقع في مشاكل كتيره جدا فيها يعني. صح. مش اي حد هيقدر يستوعب الكلام اللي قلت له النهارده ده. هو انا كاتب. اتفضل. انا فاهم والله، وفهمت الردود بتاعتك، مش عايز اضيع وقت اكتر من كده، بس انا في كيس قابلتني كذا مره وعايز اسالك عليها. اتفضل. يعني انا فاكر ان في اوقات كتير باجي ابص لما تيجي في الايرن فاليو، حتى الايرن فاليو
نحدد التايم والكوست. بيحصل صلي على الحبيب، طب صلي على الحبيب. I'm sorry for interrupting you طبعا. خلي انا ما بحبش لما بحب اجاوب على السؤال بجيبه من جذوره عشان كل الناس تستفيد. هعمل لك محاضره للارنت فاليو هخليك تفهمها مش تحفظها، ودي المشكله. هم 12 معادله. انا بقول لك على مشكله، ما هي من جوه، ما هي من جوه البريمافيرا. اقول لك عليها وبعدين يعني زي ما تؤمرنا، يعني انت استاذنا يعني. لا يا استاذ، لا احنا نتعلم منكم لا سمح الله. طب ليه؟ لا احنا كلنا بنتعلم من بعض. لا سمح الله، حقيقه ما فيش مشكله يعني. انا عايز اقول لك عليه حاجه، في مشكله حصلت معايا كذا مره في في حساب يعني. دي اعتقد دي هتبقى بروبلم من البروبلمز اللي بتقابل البلانر في 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 الجوجل بروجكت. انه احيانا بنلاقي التايم بتاعه مثلا كويس والكوست بتاعه كويس، لكن في واقع الامر ان هو دخل اكتيفيتيز يعني جايه بعد التايم بتاع الكنترول بتدخل معاه يعني. صح. يعني دخل فاليو بتاع الاكتيفيتيز نفذها وعملها. أيوة. وهي مش جوه التايم بتاعه. سبب اكتيفيتيز، فلما بيجي يعمل التشيكينج عليها بيلاقي ان هو في وضع كويس، ان هو في وضع مش كويس. فانا اقترحت حاجه قاعد اسالك عليها، ان انا لما اجي اعمل ايرن فاليو احسب الاكتيفيتيز اللي على كريتيكال باس بس، ما دخلش بقيه الاكتيفيتيز. فحضرتك وصلت انا اولا انا مش فاهم السؤال يعني. انا يعني ما فهمتش السؤال لان الصوت قطع مني في النص. فانت اللي انا فهمته هقول لحضرتك. طب انا اللي انا فهمته هقوله لحضرتك، شوفني فهمته ولا لا. انت بتقول ان انا عملت البرنامج ومحمل عليه الكوست والريسورس، تمام؟ وخلي بالك ان احنا بنستخدم من الارنت فاليو خطا طبعا، وهقول لحضرتك خطا ليه في معاتها، لان احنا معظمنا بنسبه 100% بنستعملها في الشرق او في الوطن العربي عموما بنستعملها خطا. وهقول لحضرتك خطا ليه في وقتها مش دلوقتي، عشان لان عشان نقول لحضرتك خطا ليه يبقى لازم اشرحها لك، تمام؟ طيب اللي انا فهمته من حضرتك ان انت حملت كوست وريسورس، تمام؟ وبعد ما حملت الكوست وريسورس ضفت انشطه. حصل كده الكلام معاك؟ ايوه. لا يعني اضافه انشطه سابقه يعني هتيجي بعد كده بعد التايم. بعد التايم ازاي؟ مش ازاي بعد التايم؟ يعني انا بعمل مثلا الكنترول في اول ابريل مثلا، خلاص؟ تمام. بتعمل ابديت. وانا قبل ما اعمل الابديت انا دلوقتي انا بشوف انا فين، انا موقف في ايه بالنسبه للتايم انت لسه ما عملتش ابديت. انا لسه ما عملتش ابديت. يعني انت بتدرس البيز لاين، حضرتك لسه بتدرس البيز لاين. انا بدرس البيز لاين دلوقتي، انا فين؟ خلاص. فاللي بيحصل ايه؟ ان انا جيت عند الخط اللي هو اللي انا عملته ده، بس في اكتيفيتيز سبقت يعني اتعملت بعد التاريخ ده ودخلت. ايه اللي انت عملته؟ ما معلش بس ما تعدينيش في نقطه. انت عملت خط ايه؟ بتقول انا الخط اللي انا عملت ايه هو الخط اللي انا في مرحله البيز لاين مثلا. انا عملت عند اول ابريل، خلاص؟ يعني عملت. طب ازاي؟ ايه هو اللي عملته عن اول ابريل؟ ما انت لسه في مرحله البيز لاين، مش من حقك تحرك الداتا دي. بعمل كوست اندكس والسكيدول اندكس، تمام؟ خلاص. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل في اكتيفيتيز مش على الكريتيكال باث، وبيكون تاريخ انتهائها بعد كده، واكون انا خلصتها. ايوه. فالفاليو بتاعتها بتدخل مع عند يعني كان المفروض الاكتيفيتي اللي هي سابقه يعني تاريخها بعد كده وخلص وانتهت. طب صلي على الحبيب، تبعت لي. انا برضه مش فاهم، تبعت لي الاكس ار فايل بتاع الحاجه دي وندرسوها مع بعض، لان ربما تكون مشكله كبيره ونستفادوا منها كلنا. لا هي مش كبيره ولا حاجه، بس يعني ان شاء الله يبقى في ربما نستفادوا. انا الى الان مش مستوعب عشان لا يعني انت بتقول لي انا بنستعمل الاندكس يعني، وانا مش عايز اخش معاك لان انت دخلت في كلام كبير وجامد قوي فعلا. انا بنتكلم على اللي هي دي مثلا كريتيكال باث لونجست اندكس واللي هي السي بي ال اي. ولو انت بتعمل كالكوليت للكلام دي فانت شغل ممتاز جدا، بس الى الان يعني انت عمال توديني في شغل حلو بعد كده ترجعني تقول لي الخط، فانا مش فاهم والله. ايوه.
ابعتها لي بالتفصيل، ابعتها لي بالتفصيل لو عندك كيس ستادي ليها ابعتها لي وندرسها عشان ممكن نستفادوا منها كلها، لان ان شاء الله باذن الله يعني هنشوف طريقه ان انا يعني اكلمك معاها بيرسونالي. طريقه بسط لي، بسط لي الخطوات بالراحه كده، انا تقول لي خطوات، الخطوه الاولى يا باشمهندس انا عملت كذا، الخطوه الثانيه عملت كذا، الخطوه الثالثه عملت، اعملها لي خطوات كده عشان نفهمها مع بعض ونشرحها كلها مع بعض، نعمل ورشه عمل مع بعض ربما نستفاد كلنا يعني. تمام. شكرا يا باشمهندس، محاضره عظيمه جدا الحقيقه، بس هي عايزه ناس يعني هايلي بروفيشنال يعني في الفيلم، بنتعلم من حضرتك يا باشمهندس. يعني المستوى بتاعنا احنا كبروجكت مانجر ما يوصلش لكده، بس بقول لك على كيس قابلتني يعني. شكرا جزيلا يا باشمهندس، ويعني شفى الله وعافى مهندسنا العظيم مهندس عمر واسرته، يا رب يشفيه ويعافيه يا رب، شفاء تم كامل عاجل يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى. شاكرين يا باشمهندس، شكرا للجميع. شكرا باشمهندس حسين. باشمهندس اسلام اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مهندس حسام ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا حبيبي، الله يخليك. مهندس ابراهيم محمد مع حضرتك. اهلا بيك استاذني حبيبي. الله يبارك لك يا باشمهندس، الله يعزك يا رب على راسك. استشاري عليا يا جماعة يعني. الله يسعدك. لا ابدا، متعلم منك يا باشمهندس، الله يسعدك يا رب. انا بس كنت حابب بس لو في ان شاء الله في الكورس باذن الله لو نتكلم على حته الجلوبال تشينج بالذات في الاكتيفيتي اللي هي الان بروجرس. يا نهار ابيض، ده انت هتعيش حياتك فيها ان شاء الله باذن الله. بس هو ده الحاجه الوحيده اللي كنت حابب اتكلم عنها. استعملها كتير قوي عشان نقول لك ازاي. ما هو انا عشان نحل ما بص انا بعمل نحط قيود، لاحظ ان في قيود عشان انا اهرب من القيود دي كلها، لازم هنقول لحضرتك بحلها ازاي، والعامل الاساسي انا في جلوبال تشينج، ما تقلقش ان شاء الله بنستطرق لها بالتفصيل. تمام، وجزاك الله كل خير، وكان كورس يعني كانت ليكتشر جميله جدا، ان شاء الله اللي جاي برضه هيكون في نفس المستوى افضل يعني كما عهدنا عن حضرتك يعني. الله يخليك، بنتعلم منك يا باشمهندس. العفو، الله يسعدك يا باشمهندس، شكرا ليك يا باشمهندس. الله يخليك. باشمهندس حجازي بيقول ازاي اربط ستارت مايلستون بنشاط قبلها ونشاط بعدها؟ هي اسمها ستارت مايلستون، هو مايلستون يعني انت حاطط مايلستون عايز تربطه بنشاط قبله ونشاط بعده، مفيش مشكله. هو معنى كلمه، بص يا باشمهندس، ايه هي كلمه مايلستون؟ هي كلمه تو سيلابلز، السيلابلز الاولاني مايل والسيلابلز الثاني ستون، هو ميل. يعني ايه سبب كلمه تسميه مايلستون؟ كان في الاول وحده القياس بالميل في امريكا، فكانوا كل في ميل بيحطوا حجره ستون، فقال لك ميل ستون مايل ستون، فدي سبب الكلمه. تمام، فهي وانت ماشي على الطريق مثلا، وماشي على طريق اسكندريه القاهره الصحراوي، وما كاتب لك الكيلو 170، ايه الوقت اللي انت بتاخده وانت بتعدي قصاد اليافطه اللي موجوده على الطريق دي؟ مفيش، بتعدي، فهي يعني ما لهاش زمن، بمعنى اصح ما لهاش زمن العلامه اللي موجوده دي. فكلمه مايلستون هي مده من غير زمن. تمام، فبتتحط امتى بقى؟ هي بدايه اعمال، نهايه اعمال، فينش مايلستون بدايه أعمال. فاذا انت تقول مثلا الاعمال اللي قبلها اهو، ممكن نوضحها لحضرتك برضو على مثال عملي، بس انا بس مش عايز الناس تكون تمل مننا يعني، لان الوقت هيزيد. الشير واضح للبرمافيرا؟ واضح تمام. بص يا باشمهندس، لما نيجي نتكلم على رود نمبر 1، دي فينيش رود وستارت رود، يعني دي بدايه المشروع ونهايه المشروع اهو. يعني لما نيجي نقف على النشاط دي مثلا اهو، ادا عندي اللي انا معلم عليها دي اسمها ايه؟ ستارت رود، بدايه الطريق. ايه الاعمال اللي قبلها مربوطه باعمال قبلها؟ هي اسمها اعمال الديموليشن of existing road pavements، والاعمال اللي بعدها ابروفد كذا كذا كذا. فانا رابطها بنشاط قبلها ونشاط بعدها، بتتربط عادي مفيش مشكله يعني، ما فيهاش اي مشاكل بالفينش تو ستارت. ولكن هي في النهايه، تعالى بص بقى في النهايه هنا، هي نقطه سمراء اهي، مرتبطه بنشاط قبلها ومرتبطه بنشاط بعدها. اتمنى اكون جاوبت سؤالك. تمام يا دكتور. مهندس احمد سعيد بيقول ممكن حضرتك توضح لنا لما بعمل استيراد لملف مكتوب بالعربي
بيكون الكتاب طيب دي وما بيظهرش، بيظهر عندك هولوغريفي كده. بيقول بيكون الكتابة مش مظبوطة. ايوه انا، طب انا دلوقتي عايز اظهر، معلش دي بقى تكنيكال تقول لي عليها، انا عايز اظهر الديسك توب بتاعت البرنامج. بتعدل يا باشمهندس اللغة بتبدأ تخش. طب انا لو هو عايز حضرتك، هو حضرتك ممكن تعمل شير سكرين تاني، تمام؟ بس ايوه حضرتك، بس حضرتك هتختار اول اختيار فوق على الشمال اللي هو اسمه سكرين. تمام ايوه انت هدخل يور سكرين. بنختار ايه؟ حضرتك هتدوس على شير سكرين، تمام؟ اكيد ايوه حضرتك بتعمل شير سكرين عادي، وحضرتك هيظهر اختيار اسمه سكرين، تمام؟ مش ظاهر عندي، انا عندي الشير سكرين وبعدين ادفانسد شيرنج. لا في حاجه، في بيزك، في بيزك، في اختيار، في بيزك ادفانسد دي، في جنب ادفانسد في حاجه اسمها بيزك. هي دي اللي ظهر قدامي وبعد كده مالتيبل. طب انا هقول لحضرتك، اقولها لك، هي اصلا شغل ويندوز على فكره، انت بتعدل الويندوز بتبدا تخش على السيتنج بتاعت الويندوز يا باشمهندس، تمام، وبتخش على التايم واللانجوج، تمام، وبتبدا تخش على اللانجوج، وبعد كده بتخش على اللانجوج سيتنج وبتخليها اللغه العربيه في الاول. طيب انا لو عملت امبورت، ودي ممكن نعملها لك بالتفصيل، ممكن نعملها فيديو كده، ممكن نعملها فيديو، بس انا عايز بس حل لي مشكله الشير سكرين، ابعتها لي ونكون عرفنا ازاي نعمل شير سكرين للشاشه كامله، ابعتها لي على الواتس من ضمن الاسئله ونشرحها لك بالتفصيل. طيب انت برضو لو ظبطت، بمعنى صح ان انت بتخلي اللغه الاساسيه للبرنامج هي اللغه العربيه اللي في الاول، دي شغل ويندوز مش ملوش دخل بالبرمافيرا. بعد ما بتخلص كده بتحذف الملف بتاعك اللي انت بعته دخلته على البرنامج وتستورده تاني، بتظبط معاك. لو الباشمهندس اللي بيسال لو حل الموضوع دي حل، ما حلش يا ريت يبعت لحضرتك على الجروب وانا نبدا نشرحها لكم بالتفصيل، نكون عرفنا حكايه ان الشير سكرين دي، تمام يا باشمهندس؟ الخطوه تاني معلش عشان ما تقولش، بتخش على السيتنج بتاعت اعدادات الويندوز وبتخليها اسم صفحة، هي بريمافيرا حسام اسمها الصفحة، بريمافيرا حسام، بريمافيرا حسام. الأخ اللي بيسأل على تمام يا دكتور، في المهندس عادل توفيق بيقول in some projects we need some necessaries hammocks and milestones are these considered open end activities like hotels projects مثلا. ايوه هو السؤال كده، in some projects، in some projects ماشي تمام. انا ممكن ابعت لحضرتك على الشات برضه، هو على الشات يعني لو فين، ماشي شوف لي كده ماشي الشات. ايوه انا ارسلته دلوقتي. فين بقى؟ in some project we need some unnecessaries هامكس، هي هامكس ماشي، اند مايلستون. طب ماشي، ما احنا بنحتاج فعلا الهامكس والمايلستون لو انت بتحتاج، ماشي تمام. ار ذيس كونسيدر اوبن اند اكتيفيتيز. طب وانت ليه تخليها اوبن اند اكتيفيتيز؟ طب انت عندك مايلستون، عندك هامكس عموما يعني بتربطه، يعني هو معنى سؤاله ان انا لو عملت هامكس، تمام، الهامكس يا شباب اللي هو السمرايز اكتيفيتيز، تمام، اللي هو يعتبر دبليو بي اس عموما. كلمه هامكس هي كلمه قديمه حسب البي 3، لان ما كانش فيه الدبليو بي اس، فدي معظم الناس اللي قدام بيقول عليها هامكس، تمام. طيب وعندي مايلستون، ف ار ذيس كونسيدر اوبن اند اكتيفيتيز. لا يا باشمهندس ما بتكبش اوبن اند اكتيفيتيز، ما انت عندك عملت انت مجموعة اختصارات لأعمال بتربطها ببعضها ببعضها كلها بتسلسلها، ما ينفعش تبقى اوبن اند طبعا، وبتسلسل الأعمال دي كلها وبتربطها بنهاية المشروع أو والبداية بتاعتها تكون ببداية المشروع ببداية الأعمال حسب الكيس بتاعتك، ولكن ما ينفعش تسمى مفتوحة. أصل بص السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مهندس عادل توفيق المولين العرب، وبنرحب بحضرتك يا دكتور سام. حبيبي أنا من مدرسة المولين، أنا كنت بالإدارة العامة للمولين العرب. حضرتك ما انا عارف يا فندم، الله يخليك، عشان كده يعني احنا بنتشرف بحضرتك.
اساتذتنا المقاولين. تمام، الله يخليك. هو بس كان سؤالي، احنا كنا بننفذ فندق هيلتون طابا، حضرتك اديك تمام. فكان في بعض الانشطه يعني مايل ستونز فعلا، زي توريد اللوكس او اللي هو الكواليم بتاعت الابواب نفسها، ايوه كانت بتستورد من بره، اللي هي الكواليم اللي هي بالكروت. تمام، ايوه. طبعا انا ما اقدرش اشطب كل الغرف، في انشطه كتير قوي بقى اللي هو الفينيشنج داخل الغرف، الوش النهائي للدهانات، الموكيت، كل التشطيب النهائي ما اقدرش اشطبه الا اذا قفلت الابواب، وعشان اقفل الابواب لازم الكوالين دي تيجي. فكان نشاط حاكم جدا، وكان رابط طيب شفت بقى دي يا باشمهندس مرتبطه. ايه؟ انا هسميه ايه بقى؟ نشاط توريد الكوالين ده، ايوه هربطه دي يا يعني، باشمهندس، هربطه بانشطه كتير قوي بعديه. خد بالك. ايوه صح، ازاي بقى؟ انت يعني انت جبت كيس ستادي. لما انا قلت لحضرتكم يا شباب لما المده الطويله في الانشطه ما ينفعش، فقلت لك من ضمن الاسباب المده الطويله ان في تفاصيل صغيره قد تنساها انت اثناء التخطيط وبتقع فيها في التنفيذ، وبالتالي اهو الشرط اللي احنا اتكلمنا عنه في الدي سي ام اي. الباشمهندس سال سؤال ممتاز جدا، احنا بنتكلم على ال جيبوها مع بعض. ايوه they increase المدة الطويلة بتزود ايه بقى؟ they increase the possibility of required changes to in progress work، ممكن احتمالية التغيير اثناء تنفيذ العمل، لان في مدة طويلة. انا لو انا بدرس مشروعي صح من الاول وحطيت ان في توريدات جاية، وان التوريدات دي جاية من بلد بره، والبلد البره دي لها كاليندر مختلفة عن الكاليندر الأساسي، وإن في مشاكل في الجمارك هتحصل معاي، وقد يحتمل أصلا في تصريح جمركي وبتنور والحاجات دي ما دام بتتعلق بالأمور الحكومية، فممكن تاخد وقت كتير عبال ما تخلص. يبقى إذا أنا في الأول بنحط بداية المشروع، وبنقول على فكرة في لونج ليد ايتمز، في دبليو بي اس بتسميه لونج ليد ايتمز، الأنشطة اللي هتاخد وقت كتير مني، وعلى فكرة دي بتبقى من ضمن الأنشطة المهمة وبتتربط بمرحلة التصنيع. لو في المصنع اللي لو انت ليك مواصفات وهتسافر لها مثلا في فرنسا او في اوروبا او ايا كان البلد اللي هتسافر ليه، وبتحط المواصفات بتقول له سافرني، ولهم كالندر دي مختلفة، وبتبقى ليه كالندر دي مختلفة تماما عن الكالندر دي بتاعتني، وبتحط مرحلة الجمارك، وبتحط الى ان تظبطها انت بقى، لان دي هو نشاط مفتوح بالنسبه لك، عشان كده انت بتهتم بالشوب درونج بتاعه يخلص بدري بدري، والديزاين درونج يخلص بدري بدري عشان تبعته بسرعه، ويكون ان يجي قبل النشاط ما يركب مثلا بشهر. لان تحط على فكره في الانشطه في حاجات اللونج ليد ايتمز اللي هي خارجه عن ارادتك، تزود فيها المدد وتزود فيها البريك داون اكتر، وتحطها في بدري بدري عشان لما يحصل تاخير تيجي على الميعاد بتاعك بالظبط. فاذا هي مش هتبقى اوبن اند، لان في اعمال كتير قبلها وفي اعمال بعدها، فليه هتكون اوبن اند؟ مستحيل تكون اوبن اند. بس انا ايه، ببقى بربط الستارت بتاع انشطه كتير بعديها، يعني هتلاقي مثلا 10 انشطه مرتبطه بالفينش بتاع النشاط المايلستون ده اللي هو انا التوريد. عندي كوالين، عندي كوالين، السؤال ببساطه، عندي كوالين، الكوالين تمام. هتستورد من بره. تمام، انا بداية على سبيل المثال عشان كل الناس برضو تستفاد معانا ما تتوهش، على سبيل المثال انا بداية المشروع بتاعي 1/4/2021، وهبدا اركب البيبان، هبدا اركب الابواب على سبيل المثال 1/10/2021. تمام، اذا معايا مثلا حوالي مثلا 6 شهور او 7 شهور وهنبدا بالابواب. بنيجي جايب الكلام ده بالراجع، ده على ورقه على جنب كده، بنجيبها بالراجع، نقول الابواب هتبدا، نبدا نركب الابواب في 1 اكتوبر. طيب الـ 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 التصميم بتاعي هياخد قد ايه؟ يبقى اذا ابدا اصلا، طب التصميم هياخد وقت قد ايه؟ هياخد مثلا شهر. طب الشوب درونج هياخد وقت قد ايه؟ هياخد مثلا 15 يوم ايا كان لما يطول. طب بعد كده هبعت انا الشغل وهتعاقد مع الشركه. ابدا احسب السايكل دي كلها، بنبدا حضرتك نحسبها تمام، ونشوف مدتها
هتاخد قد ايه؟ لو هتاخد 4 شهور، لا ده انا ابدا فيها من النهارده، لان هي فعلا مش هتجيني غير في اول اكتوبر، لان الجمارك اليوم بتاعها بيزيد وما بتتحسبش بالظبط لانها خارجه عن ارادتي او مش هنتحكم عليه. فالحلاقات الخارجيه نبدا نجهزها من دلوقتي. يبقى انا خلصت التصميم، خلصت الشوب درون، بعت المخططات للمصنع اللي هيصنع، المصنع بالكالندر بتاعه، بنحط الكالندر بتاعه لان ايامهم غير ايامني. بنبدا بعد كده الموارد، الماتيريال دي وصلت هتوصل الجمارك امتى، ونحط ونتابع ونتابع هل فعلا انا ماشي على الخطوه ولا لا، بحيث توصل معاك في الميعاد اللي انا محدده ان تكون الابواب خلصت مثلا في شهر اكتوبر، وبالتالي ما فيهاش اي اوبن اند. يعني بحط النشاط ده، بحط له بريديسيسور، وبحط له ايه كله شغله كله تماما، لان دي من ضمن اللونج ليد ايتمز، ان الحاجات الخارجيه لازم نهتم بيها لانها حاجه خارجه عن ارادتي وبنخططها بطريقه اكتر. بس احيانا بقى في مثال زي ايه، مشروع الكباري، انا ببساطة اوح مع حضرتك ضربت بمشروع كوبري، احيانا مواصفات الركائز ما بتبانش قوي الا بعد ما بعمل المخدة نفسها بتاعة الكوبري، وبشوف اللي هو الاسبلت ليفلز، وهل الارتفاع بقى الركيزة كام بالظبط، وممكن هتأخر شوية على ما اعرف المواصفة الدقيقة بتاعة الركيزة. ازاي؟ ما اقدرش من دي وان افترض الركيزة بمقاس معين. انت لا 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 لا، انت عندك شوب درون، انت اصل انت بتقول لي انا مش هعرف المواصفه غير لما بنعمل الركيزه، دي تبقى مشكله كبيره على فكره. انا مش عندي شوب درون، يعني انا شغال كده من غير مخططات. ما هو انا، انت شغال بمخططات ولا من غير مخططات؟ لا بمخططات. اذا انا عندي الشوب درون خلصان، انا بتكلم انت بتتكلم على الحاله الشائعه ان كل الشوب درون بيخلص، يعني بيخلص معاده قبل ما ننفذ بيومين ثلاثه. لا انا بكلمك على الايديال كيس، ان انا عندي مخططات خلصانه، وبنبدا نحصر انا عندي كذا فارما، وتكلفه الفارما دي غاليه، فبنبدا نعمل مانوفرنج عليها. طب احنا هنشتري فارما ولا فارمتين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ طب انا هنحرك دي امتى، وهنحرك دي هتيجي ازاي، وهتروح منين؟ فانا بفترض الحاله الصحيحه ان انا عندي الشوب درونج خلصان ومعتمد. ما انا عندي الشوب درونج، بس بيجي على الطبيعه بلاقي ظروف الموقع والمرافق الموجوده. لا دي حاجه خاصه بقى، ما انت عندك بتحرك ركيزه يمين او شمال او قدام، او بتلاقي منسوبها اختلف، وبالتالي ممكن يحصل في الايه اختلاف في مواصفه الركائز. انا اصلا عامل لها درونج، مش طب هو فعلا ممكن يحصل. طب ما هو فعلا ده لو حصل في الحاله دي، ما هو دي بيحصل ايه سبب الخطا؟ ارجع بقى بسافر للايه للسبلاير بره، واقول له لا انما انا كنت طالب منك مثلا 100 ركيزه بمقاس كذا، لا في منهم 30 او 40 هيتغير مقاسه، يقول لك لا طب اديني بقى ايه مده اضافيه عشان ايه اعدل لك ال 40 دوات او ال 20 دوات. اقعد مع نفسك كده يا باشمهندس، وخد دي بريس كده، واسال نفسك مين الخطا. ما هو خطا مساحي. لا خطا، لا طبيعه موقع، انا لقيت كابلات او لقيت مواسير لا يمكن تحويلها، فبضطر بحرك المحور ده او الركيزه دي من مكانها. اما حركتها من مكانها اختلفت ايه؟ حصل، عندك حق، وفي مشاكل ولما نيجي نتكلم على، اللهم صل على حبيب المصطفى، ان الفيديك، ولو استطرقنا للفيديك برضو، ان بقول لك ان المعاينه الظاهريه هي التي تكفي، ولو في حاجه ظهرت، لو حاجه اثار، لو كابلات، لو مش عارف ايه، فدي مش من حق، يعني ما تشيلهاش للمقاول بمعنى صح الماده دي. يعني ايوه بالظبط، تمام. طيب صح كلام حضرتك مظبوط، ولكن انا بتكلم على الحاله الطبيعيه. دي حاله خاصه بتظهر وبياخد فيها، ما انت بتاخد مده اضافيه لان الفيديك بيقول لك انت فعلا من حقك تاخد مده اضافيه، تمام؟ وانت بتاخد مده اضافيه، والمصنع نفسه بياخد مده اضافيه، فما فيش مشكله، لان ظهرت عندك كابلات عايزه تتعدل، ودي ما اكثر مشاكلنا في المقاولين. يعني طبعا بتظهر حاجات كتير، لان احنا طبعا احنا بناخد المشاريع الكبيره وبتبقى فيها مشاكل كتير فبيظهر، ولكن انا بتكلم على الحاله التراديشنال التقليديه اللي انا بنفترض ان ما فيش. طب لو ظهرت، ما هو لو ظهرت هنعدل في الفارما، من حقي انا بنطالب المالك بوقت، ما دام انا خدت وقت المشكله اتحلت.
تمام فهمت. لان انا ما دام ظهرت حاجه في الارض هتغير في التصميم، انا في الحاله دي بنقدم الاي او تي بتاعي وبنقول له يا مالك دي من حقي ووفقا للفيدك تقريبا ماده 14 مش متذكره والله، ممكن اقول لحضرتك ان لو ظهرت اي اثار او كابلات او مواقع غاز جهل المال مقاول بها اثناء المعاينه الطبيعيه، ما هو مش هيجيب حفار ويحفر عشان يقدم على التنده على المناقصه في الحاجه الطبيعيه، ولكن ظهرت معاه اثناء التنفيذ، فهو خد وقت. ما دام خد وقت هيعدل في الفارما، ما هو ده اصلا كده كده خد وقت، فاللي مصنع من حقه ياخد وقت، فما فيهاش مشكله. ماشي يا فندم، انا متشكر واسف على الاطاله. لا تحت امر. شكرا على حسن استماعكم. الف تحت امر. باشمهندس، في مهندس سامي بيقول لو العلاقات نهايه بدايه ابعد عنها يا باشمهندس. ليه نهايه بدايه؟ اساله كده قول له ليه نهايه بدايه؟ مش منطقي خالص. ايه نهايه بدايه؟ لها حلول كتيره يا باشمهندس وهنحلها مع بعض ان شاء الله. بص يا باشمهندسين، احنا كلنا بنتعلم من بعض طبعا، وانا مش افضل منكم ولا حاجه، ولكن انا اكبركم سنا فمريت بالمشاكل قبلكم. ابدأ 100% الناشطة في الاشتستار. انا بشوف والله بشوف العجب، ويعني بين حاجات كتير مالك اشتغل على الاشتستار، شغل كلك 100% اضطريت ستار تو ستار. النهاية بداية لها 50 حل. اصل كلمة نهاية بداية اصلا في الاشتستار بالنشاط اللي قبلها. ما ليه نلجأ للكلام ده كله؟ وممكن انا مع بعض ان شاء الله هنبين لكم عيوب الحاجات دي ايه. تمام؟ فابعد عنها يا باشمهندس واشتغل في الاشتستار. ولو انت عندك كيس مش عارف تحلها الا بنهايه بدايه ابعتها لي وانا هقول لك هتتحل ازاي بالفينش تو ستار عادي خالص ما فيهاش اي مشاكل. فاتمنى نكون جاوبت على سؤال. تمام يا باشمهندس، انا هبعت لحضرتك برضه سؤال على الشات بس اذا حضرتك تقراه. What is the main point is to check the revised schedule. بص يا باشمهندس، الريفايزد سكادجول والريكفري سكادجول، اسالوني يا باشمهندسين في اللي انا شرحته لكم. احنا هنستطرق هشرح لكم الريفايزد سكادجول والريكفري سكادجول. ليه؟ يعني اللي عنده سؤال يسجله ولما نيجي في المحاضره اللي بتتكلم عن النقطه دي يسالني عشان كله يستفيد. ما انا مش هشرح لك، انا عشان نقول لك الريفايزد والريكفري يبقى فيها وقت كتير قوي ولازم اشرحها لك بالتفصيل. فالسؤال دي سابق لاوان. السلام عليكم. اتفضل. السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور، اخبارك ايه؟ امرك حبيبي، الله يخليك، الله يكرمك حبيبي، اتفضل. هو الحقيقه انا كنت طالب اصلا في كليه هندسه، بس ما يعني ما عنديش الفكره خالص عن مجال اداره المشروعات او كده، وما عنديش برضو خبره عن البريمافيرا، فكنت حابب اسال حضرتك يعني هل الكورس ده هيكون يعني انترستد بالنسبه لي ولا هتستفاد بيه ان شاء الله يا باشمهندس. وانا هو اطلب بس من زمايلنا الدعم الفني لو يقدروا يعملوا استبيان عن اللي عنده خبره واللي ما عندوش خبره، ونقدر نشوف كده لو النسبه كبيره الناس كلها لسه في مرحله الستارتنج او البيجنينج ليفل نبدا نقلل الريت شويه ونبدا نشرح لهم. بس انا كل الحكايه انا بدات ليه ادفانسد، ان هو مش تحدي او اي حاجه، انا بدات ادفانسد لان في كورسز كتير على النت بدات بشرح البريمافيرا، فانا بقفل بننقي النقاط اللي ما اتشرحتش عشان حضرتك لما تخش على اليوتيوب ان شاء الله الكورس ده هيترفع على صفحه بيم اريبيا على اليوتيوب، فتلاقي كل الكورسز موجوده عندك، سواء هتبدا من البدايه هتلاقي، سواء مرحله الادفانس هتلاقي. فانا مش هعيد لك شرحوه ناس زمايلنا افاضل وبذلوا فيه جهد جبار وجهد ممتاز جدا، فهم شارحين الحاجات دي، فانا بنحاول ننقي النقاط ونركز على النقاط اللي ما اتشرحتش. فهتستفاد، السؤال انك هتستفاد في النقطة بتاعت اللي انا هشرحها لك، هتقع منك نقاط تانية هتتواصل معايا هنقول لك تجيبها منين. خلاص تمام ماشي. طب ما فيش مثلا لو حضرتك ترشح لنا حاجة مثلا من موجودة على اليوتيوب او كده؟ والله يعني في ناس كتير قوي يعني من باب يعني المهندس زياد البصير اللي انا ذكرته، استاذنا من مهندس باليمن الله يجزيه خير، المهندس اللهم صل على الحبيب مصطفى،
مش المهندس عمر عبد العزيز او عمرو عبد العزيز استاذ بجامعه المنصوره، استاذنا الدكتور عماد البلتاجي، مين تاني شارح، المهندس اسماعيل هاني، ناس كتير شرحت الحاجات دي يعني. وممكن يعني انت بس لو كتبت شرح بريمافيرا هيجي لك ناس، بس اللي انا ذكرتهم دول هم ناس كويسه جدا، وفي اكتر منهم يعني، في الشاذلي باين، او والله ما انا متذكر الشاذلي باين، او هيثم الشاذلي، او مش متذكرهم يعني. فهم دول ممكن تبحثوا بالاسماء دي وهتلاقوا حاجات زي كده يعني. خلاص تمام، ماشي، متشكر جدا يا دكتور. الله يكرمك حبيبي، الله يخليك. شكرا. هل ممكن ناخد سؤالين كمان؟ ماشي، انا لو في اسئله مفيش مشكله. تمام. المهندس سامي بيقول how to reduce floats. ايوه، how to reduce float يا باشمهندس هتشبع منه في الكورس بتاعنا ده. انا اصلا اساس الكورس how to avoid negative float, how to avoid floats, how to avoid long duration. ده اللي انا بشرحه لك دي هتفهمه وهتقتنع بيه ان شاء الله يا صديقي العزيز. مش هتطلع من الكورس غير وانت محترفه ان شاء الله يعني، هو اساس كورسنا يعني. اتفضل. او في بعض الشباب بدوا يكتبوا اهوت على الناس. ايوه يا شباب، لو تتواصلوا مع بعض وتكتبوا بدأ يكتب المهندس عمر عبد العزيز. ايوه في ناس، يا ريت تكتبوا بقى اسماء الناس دي يا شباب. تمام في ناس بدأت تكتب اهوت، زمايلنا اللي سبقونا وشرحوا الحاجات دي. تمام يا دكتور. في المهندسه موده بتقول ما هي الطريقه المثلى للتعامل مع الكميات الزائده عن 100% عند عمل الابديت؟ الكميات اللي انت عندك كمية. مثلا عملت جداول وفرات وزياده في كميات زادت مثلا تقريبا، هي مثلا عندها كميه زاد عن البي او كيو اصليه. لو هي عملت أزول. لو هي الكميه زادت عن البي او كيو تمام، فانت عندك، لو هي الزياده انت عندك حسب العقد، لو في مثلا زياده حسب كل عقد وحسب كل طبيعه بلد يعني، هنا المرسوم الملكي يقول لك مثلا ايه الزياده مثلا 20% والنقصان كذا كذا، فبتقدم لو الزياده دي. ما هو ليه بقى، ايوه ذكرتني بنقطه حلوه انا اتكلمت عنها، ليه بقول لحضرتك يا باشمهندس في الفلوت لو انت مقاول تركز جدا وتحاول تاخد الفلوت بتاعك، لان بعد البرنامج ما يعتمد اصبح مش ملكك، اصبح ملك المالك وملك المشروع عموما يعني اصبح الفلوت ملك المشروع. فدلوقتي المالك زود عليك مده تمام، بند معين، فانت ممكن تاخد وممكن ما تاخدش. على فكره تاخد ايه؟ تاخد لو المده اللي زادت دي، انا طب انت تقول له هتحطها لي فين؟ نفس اذا كان انا ما عنديش فلوت، انا المشروع بتاعي كريتيكال، لو انت دارس مشروعك صح. طيب لو انا عندي فلوت عالي فوق ال 150، اقول لك يا باشمهندس انت عندك فلوت 150 والحاجه دي هتتعمل في 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 في, في خمس ايام او في 10 ايام، ومع ذلك بتقدم خطابات لو الكميات دي زادت مثلا. طبعا هي ممنوع، طبعا في رينج معين ممنوع تزيد عن كذا عشان تغطي تكلفه العقد والكلام ده كله. ايوه في احد الشباب كتب زياده البصيره اهوت يا شباب. طيب نرجع لنقطه مثلا سؤال الباشمهندسي. طيب بتقدم خطاب بالمدد اللي زادت، الكميات اللي زادت، وتقول له والله الكميات دي زادت كذا وكذا وكذا وكذا، وتبدا تذكر الكميات دي وتبدا تقول تاثيرها على البرنامج، في اعمال كذا جت لي على البرنامج على الكريتيكال باث واخرته بمده كذا، تبدا تاخد المده اللي اخرته. طيب دي لو فانا البرنامج مدروس، لو البرنامج مش مدروس وعليه فلوت كتير انت اصلا كده كده ما هو مش مدروس البرنامج، فمش ممكن تاخد وممكن ما تاخدش. بس لو البرنامج بتاعي مدروس يا شباب وحاطط وعارف كل نقطه بتتحط ازاي ولاعب على نقاط، ودي على فكره من ذكاء البلانر، اوعى تخلي الكريتيكال البرنامج البرمافيرا هي اللي تحكمك، انت اللي تشغل البرمافيرا. امتى نوجه الكريتيكال باث بما يخدمني انا؟ ده لو انا مقاول شاطر، امتى نوجه الكريتيكال باث بحيث يخدمني انا تمام يعني؟ او ممكن نشوف كمان ضعف نقاط المقاول، لو في المقاول المالك، لو المالك واخد في من ضمن البنود مثلا توريدات كذا كذا هو اللي هيوردها مثلا، يقول لك مثلا ايه في معدات معينه انا المتوكفل ان انا هستوردتي. طيب النقطه دي انت تحاول تحطها على الكريتيكال عشان كل شويه تلحق، طبعا بتدخل البند دي على الكريتيكال تبقى مركز، لان دي نقطه ضعف المالك، وتكون شويه تستغيث الحقني انا اتاخرت،
انت السبب في تاخيري. في الحاله دي هنجاوب سؤال برضو احد الزملاء ساله، قال لك انا هعمل ريفايز سكادجول. احد الزملاء سال بعد كده وانا قلت له اجلها بعدين. في الحاله دي من حقك تقدم ريفايز سكادجول وتاخد المده. ليه؟ لان التاخير من مين؟ التاخير من المالك. تمام، اتفضل يا باشمهندس لو اي اسئله. تمام، في باشمهندس عمرو كاتب بعد اذنك يا باشمهندس توضح معنى الرولينج ويف. الرولينج ويف بلاننج او الرولينج ويف سكادولينج هو تخطيط مستقبلي لاعمال ليس لدي عنها اي معلومات كافيه، وتكون معلومات بتكون من المشاريع التي ليست ذات الطبيعه التكراريه او الطبيعه التقليديه. بمعنى انت مشروع، انت من اول شغال على سبيل المثال في الانفراستراكشر او في شغال في الريزيدنشال بيلدينج، وجالك شغل اويل اند جاس ومستقبلي، فبتدرسه بطريقه مستقبليه لانك انت ما انتش فاهمه هيرسى عليك ولا لا، فبتحطه طريقه تقديريه. فمن الحاله دي البريمافيرا بتقول لك ايه؟ بتقول لك في الانشطه اللي هي شغلها مستقبلي، تمام، وانت مش يعني معنى صح مش هننفذها لسه في الفيوتشر وما عندك معلومات مش كافيه عليه او ما عندك، فبتحطها بمدة كبيره. يعني هي بتستثنى الدي سي ام اي في النقطه دي، بتقول لك الرولينج ويف بلاننج او الرولينج ويف سكادولينج ممكن حضرتك ايه تبدا تستثنيها بمدة طويله لان انت لسه هي شغل مستقبلي وفي نفس الوقت لسه ما عندكش معلومات كافيه عنها. تمام يا باشمهندس. في مهندس محمد عنان بيقول كورس قيم جدا مش هيعرف قيمته الا اللي شغال فعليا. ربنا يكرمك. اقتراح بسيط، لو امكن يكون الكورس يومين في الاسبوع بدلا من يوم واحد فقط حتى يكون الاستيعاب والذهن حاضر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم. هنحاول يا باشمهندس، هنحاول ان شاء الله، بس احنا عملنا كده، احنا داخلين على رمضان وانت عارف وقت رمضان يعني، فهنحاول ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انا في سؤال هبعته لحضرتك اساسا حضرتك تقراه عشان هو طويل شويه. ده سؤال من اللايف، انا بعته لحضرتك على تشات من الناس اللي بتتابعنا لايف على الفيسبوك. هو كاتب الهاي ديوريشن. بالنسبه لموضوع الهاي ديوريشن، توجد فقرات تحتاج مده طويله لكن كميتها كبيره جدا كما هي. ايوه ماشي 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 يا عم، مدته 500 يوم، هو صرف صحي بعدد 500 مثلا، وكل منهول يتم تنفيذه بمراحل الاساس والجدران والسقف والغطاء. كسر يا باشمهندس. مهندس حمزه وديع، مش كده السؤال من مهندس حمزه وديع؟ تمام يا باشمهندس. فماذا نعمل لتجاوز مشاكل المده الطويله؟ يا باشمهندس عندي مشروع، عندي نشاط مش هيجي غير بعد 100 يوم، بعد 200 يوم. اقعد مع نفسك وهو ايه الاعمال اللي هتتم فيه؟ ما هو انت ما تحطهوش ليه تقول لي مثلا 100 يوم مثلا اعمال صرف صحي. وليه هي الدي سي ام اس حطيتك قالت لك ما يزيدش مثلا ما يزيدش عن 44 يوم؟ وعلى فكره ان في شروط هنا عندنا في المملكه اكتر اصعب من الدي سي ام اي. هنا بالنسبه للشغل بالمملكه العربيه السعوديه الناس فعلا متقدمين جدا في الكونستراكشن مانجمنت. ده بقول ما بقولكش 44 يوم، ده انا هعرض لحضراتكم مشروع مطلوب مننا نعمله، بيقول لي مش 44 يوم، ده بيقول لي 21 يوم كاليندر دي، يعني بتتكلم في 18 يوم وركينج دايز، وظبط شغلك على كده. طيب انت بتقول مدته طويله، نرجع لسؤالك، مدته هاي دوريشن. طيب اقف مع نفسك وايه اللي انا هعمله؟ ايه اللي انا اعمله في الهاي دوريشن؟ توريدات، هتقول لي يا باشمهندس في توريدات والتوريدات هتاخد وقت كتير. هنقول لك طيب هون قول لي ايه كمان، وهتتعطل وممكن تيجي من بره او ممكن يجي من المقاول والمقاول هياخر. كلامك دي هو انشطه، اللي انت بتقوله دي حضرتك هي دي الانشطه اللي هتكتبها. تمام يا باشمهندس، اتمنى اكون جاوبت. فهو كلامه هو الكلام اللي هيقوله، تيجي لما يكونش عارف يقسمه تقول له اقعد حضرتك مع نفسك وقول لي هتعمل ايه في الفيديو. هيقول لك هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، قول له ستوب، هي دي الانشطه اللي هتتكتب، وبالتالي تكسر، ما تزيدش عن ال 44 يوم. تمام، اتفضل يا باشمهندس لو في اسئله. تمام يا باشمهندس. هل في اي اسئله اخرى او في اي مداخلات اخرى؟
باشمهندس سامي بيقول هل في نسبة للمسار الحرج لا يتعداها؟ ايوه سؤال حلو جدا من المهندس دي. بص يا باشمهندس، الى الان لم اتوصل لبيبر رسميه تقول النسبه معينه، تمام؟ ولو حد وصل لبيبر معينه يا ريت يبعتها لي. طيب ايه اللي احنا توصلنا له؟ ما فيش غير بروتوكول صغير كان تقريبا الاوراكل مع البي ام اي سنه 2014، وقالت النسبي بتكون بتختلف، يعني المينيمم بتاعها 5.6 والماكسيمم 35% او الماكسيمم 50%، ولكن انكلودنج النير كريتيكال. ايه هو النير كريتيكال؟ ببساطه السؤال ده، لان السؤال ده مهم وهبدا اوضحه للناس لان في ناس كتير. طيب الكريتيكال باس لم يحدد الى، او انا لم اتوصل الى الان لاي رقم معين بيقول في بيبر معينه بتقول ان نسبته كذا. طيب ايه هي النسبه اللي بنلعب فيها او بنتكلم فيها؟ النسبه بتختلف يا باشمهندس، لو هتتكلم في الكريتيكال باث بتختلف حسب درجه الحراره وحسب، ما هو انت ما تجيليش في شهر 7 هنا في دول الخليج وتكون درجه الحراره 40 وتحط لي كل المشروع، معظم المشروع كريتيكال، اصلا انت مش قادر تنفذ، ده في طاقه العمال قليله جدا، يعني العماله مش هتقدر تنتج في الوقت ده، فمفروض في الوقت ده ان ما تزيدش اصلا، تكون اقل كريتيكال اكتيفيتيز في وقت الحراره العاليه، وطب في وقت البروده العاليه برضه تكون بالنسبه للدول الاوروبيه، في وقت البروده العاليه تكون اقل نسبه اكتيفيتيز حرجه في الوقت ده، لان اصلا معدلات الانتاج قليله جدا. طيب ايه الرينج المسموح به؟ انا شخصيا لو كان وصل من 15 ل 20 ل 25 بقى يعني حلو، يعني 30 ها، وحسب طبيعه المشروع نفسه. يعني مثلا انا حسب طبيعه المشروع، هل المشروع مضغوط؟ هل المشروع واخد مده؟ هل المشروع دي مثلا في بتعمل شت داون في الاويل اند جاز في 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 شافت معين بتعمل له شت داون، فاصلا مدته 14 يوم، فلازم كله 100% حارق، فبتختلف النسبه حسب طبيعه الجو، حسب درجه حراره الجو بتختلف النسبه، حسب طبيعه المشروع بتختلف النسبه، حسب نوع المشروع نفسه. ايه الرينج في المشاريع بتاعتنا احنا؟ الرينج في المشاريع في شروط طبعا، في بعض الاونرز هنا يقول لك، بيحط لك شرط يقول لك مثلا النسبه ما تزيدش عن 20%، خلاص هو الزمك بيه فبالحاله انت بتلزم بيه. طيب انا ما الزمنيش، وفي بعض المعظم هنا بيلزم بالنسبه دي. طب هو ما الزمنيش، ما الزمكش، النسبه بتتراوح مثلا من 20 ل 35 ماكسيمم، ما تزودهاش عن كده، لان برضو البروتوكول نص قال لك المينيمم بتاعه 5.6 والماكسيمم 35% او 50%، ولكن يشمل النير كريتيكال. طيب ايه هو النير كريتيكال؟ النير كريتيكال ممكن تذكروني بيه وهنعمله لحضراتكم فلتر له، لانه بيتعمل فلتر مش موجود على البرمافيرا، اللي هو الفلوت بتاعه اقل من 10 ايام. فاتمنى نكون جاوبت على السؤال كده. في سؤال بيقول الفرق بين المسار الحرج واطول مسار؟ في الغالب هو اصلا المسار الحرج هو اللونجست باث، عمره ما يكون مسار حرج. ممكن يظهر مسار حرج لو حضرتك حاطط كونسترينز، لو اما لو البرنامج بتاعك مظبوط هو المسار، هو اطول مسار حرج هو الكريتيكال باث، ولكن لو حضرتك عامل كونسترين ممكن يظهر مسار حرج بسبب الكونسترين ويظهر حاجه اسمها اللونجست باث، حتى في فلتر في البرمافيرا بيقول لك اللونجست باث. تمام. انا بطلع لك برضو معلش سؤال على الشات. سؤال بيقول هل في بي او كيو من فضلك، اين يمكن ادخال كميات الاكتيفيتي؟ مش مهندس هعرف لحضرتك. بص دي صلب من اساس الكورس بتاعنا، ودي ما بتتقالش في كلمه لانها خطوات كتير جدا وهتفهمها معانا ازاي ندخل الكوس. ما هو انا قلت لحضرتك، انا جايب لحضرتك كيس ستادي صعبه جدا ان هي لامب سم بتحولها لبي او كيو، وهنشرح برضو هناخد محاضره او اتنين لو عندي بي او كيو عليها الكوست ازاي تفلترها وتظبطها وتدخلها على البرمافيرا. فدي سؤال هياخد مننا، دي صلب شغلنا اصلا، ده ممكن ياخد مننا 4 محاضرات او 5 محاضرات، فما تستعجلش ان شاء الله هشرحه لك بالتفصيل. جزاكم الله خيرا دكتور. الله يكرمك. شكرا جدا على المحاضره الرائعه دي. الله يكرمك من ذوق حضرتك. باشمهندس جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. ان شاء الله لو في اي اسئله برضه هنجمعها ان شاء الله المحاضره القادمه. وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. ربنا يكرمك يا باشمهندس. واسفين على اي اطاله. لا 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 شكرا لك يا باشمهندس. الله يخليك. شكرا. نلتقي ان شاء الله. نلتقي ان شاء الله يوم الخميس القادم باذن الله.